انا اسمي محمد جاويش، انا مهندس اتصالات والكترونيات، درست رياده اعمال واداره مشروعات في انديانا يونيفرسيتي كيل سكول بزنس، شغال في مجال الاديوكيشن تكنولوجي بقالي اكتر من 8 سنين، وحابب اتعرف عليكم. معانا فاوندرز، معانا ناس شغاله في ستارت ابس، معانا ناس عايزه تتعلم بيتشنج، فعايزه تتعلم بيتشنج ليه. والورك شوب دي طبعا سبونسرد باي ادفنتشر. ادفنتشر هي الفينشر كابيتال الخاصه بنهضه مصر. هنتكلم فيها عن البيتشنج، تحديدا طريقه البيتشنج بتاع الشركات الناشئه المشهوره بيها جدا، شركات سيليكون فالي. احنا جايين نتكلم في ايه؟ احنا جايين نتكلم في البيتشنج. بس قبل ما نتكلم في البيتشنج محتاجين نعرف هو مين المفروض يعمل بيتشنج ويعمل بيتشنج ليه. تمام، طب مين اصلا المفروض يعمل بيتشنج؟ من اول الفيرست بيز فاوندر اللي بتدي الشركه هو فول تايم بيتش، شغال حياته بيعمل بيتشنج. هيعمل بيتشنج للكو فاوندرز بتوعه عشان يقتنعوا ويخشوا معاه في الشركه، هيعمل بيتشنج للموظفين اللي هيشتغلوا معاه، هيعمل بيتشنج لبقيه تيم الكو فاوندنج، هيعمل بيتشنج للكاستمرز بتوعه في الاول عشان ما حدش فاهم الشركه غيره فهيبقى عليهم. بعد كده هيعمل بيتشنج بقى ربنا يكرمه الانفستورز والفي سيز والمؤسسات الكبيره لحد ما يعرف يعمل ايه فاند ريزنج. فالبيتشنج دي حاجه ثابته في اي فاوندر محتاج يشتغل عليها بيتشنج سكيلز بتاعته، ان هو 24 ساعه بيعمل بيتشنج. فدي حاجه اساسيه جدا في البيتشنج. طيب البيتشنج مختلف تماما عن البرزنتيشنز. البرزنتيشن حتى اللي انا بعملها النهارده دي ده مش بيتشنج. انا بعمل برزنتيشن بشرح بدرب بتكلم ببطء جدا، بتكلم براحتي، ممكن اقول واي او كل الحاجات دي. لكن البيتشنج ده علم، ليه طريقه ازاي تعملها، وفي نفس الوقت ليه اكسبيرينس. ان شاء الله احنا الحمد لله عملنا بيتشنج كتيره جدا، منهم عملنا بيتشنج في اخر حاجه كانت في سيليكون فالي، كانت في امريكا، عملنا بيتشنج في مصر، عملنا بيتشنج في الامارات، عملنا بيتشنج في تركيا، عملنا بيتشنج في اذربيجان لو حد يعرفها، عملنا بيتشنج في جنوب افريقيا، عملنا بيتشنج في اماكن كتير قوي مختلفه. وجزء من دراستي في انديانا يونيفرسيتي كان عندي 3 شهور كاملين بعمل بيتشنج مرتين في الاسبوع. فالواحد في حياته اتفرم بيتشنج، في نفس الوقت في سكيلز كتيره قوي تقدر تستفيد بيها لو انت بقيت تعرف تعمل بيتشنج كويس. فان شاء الله نتعلمها. في حاجه من الحاجات مشهوره جدا في البيتش، حاجه اسمها الاليفيتر بيتش. المصطلح ده ظهر بسبب فكره معينه ان انت ممكن تطلع في الاسانسير مع حد مستثمر عايز يعرف انت بتعمل ايه، فمجرد طلعت الاسانسير انت عايز تقول له كلمتين ثلاثه هو يقتنع بيك ويخرج، هو فاكرك وعايز يكلمك. طب ازاي تمثل الاليفيتر بيتش؟ عشان تمثل الاليفيتر بيتش لازم تشتغل على حاجه عندك بتبقى اسمها الوان لاينر. ايه الوان لاينر ده؟ الوان لاينر ده عباره عن سطر او سطرين بيعبر عن الشركه بتاعتك بشكل كامل. انت في مجرد سطر او سطرين حوالي من 10 ل 30 ثانيه هتعرف تشرح للي قدامك انا بعمل ايه؟ بعمله ازاي؟ بعمله لمين؟ وده بقدمه ازاي؟ وفي الاخر ايه الفاليو من ده؟ ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت عرفت تكتب وان لاينر بشكل قوي جدا واضح فيه الشركه بتاعتك بشكل قصير جدا. طب ازاي اصلا تعرف تعمل الوان لاينر ده؟ هل ليه طريقه معينه؟ هل ليها فورمولا معينه؟ ولا كل واحد هيبتدي يكتبها بطريقته؟ ممكن كل واحد يكتبها بطريقته ويوصل، بس الموضوع برضو ليه ساينس ورا الموضوع ده. ازاي تعرف تكتب وان لاينر وازاي تعرف تعمل الليفيتر بيتش بحيث ان انت كل مره مش بتحاول تعبر عن الشركه بتاعتك بطريقه مختلفه، لا احنا بنعمل كذا وكذا وكذا وكذا، والمره الجايه لا قلت حاجه ثانيه خالص، والمره اللي بعدها قلت حاجه ثانيه خالص، واللي بعدها قلت حاجه ثانيه خالص. هي حاجه ثابته انت بتقولها لكل الناس، بتحفظها، بتنقلها للتيم بتاعك، التيم بتاعك كله بيقول نفس الحاجه. تيجي تساله انت بتعمل ايه يقول لك نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام. ايه ده؟ الناس دي هي شكل واحد، عندها فكر واحد، عارفه الديفاين الستارت اب بتاعتها في كلمات قليله جدا في وقت قليل جدا. طب ايه هي الفورمولا دي؟ فورمولا مشهوره جدا اسمها مات ليبس. تمام، بيتشنج عباره عن ايه؟ عباره عن انت بتجاوب على شويه اسئله، الاسئله دي بتديفاين بيها ازاي تعرف تعبر عن الشركه بتاعتك. فانا مثلا شركتي اسمها اكس، بتقدم كذا، بتديفلوب كذا لمجموعه من كذا التارجت اودينس بتاعي عشان نوصل او عشان نحل مشكله معينه، مشكله معينه اسمها اكس واي زد. فمثلا اقول لك احنا اي سكول، احنا منصه تعليم برمجه للاطفال، بنعلم طلاب من 6 ل 18 سنه برمجه وروبوتكس عشان يبقى لهم كارير في التكنولوجي. شكرا. فانا ايه؟ عرفتك احنا بنعمل ايه لمين عشان يوصلوا لايه. فده بناء على الشركه بتاعتي. طب بناء على الشركه بتاعتك انت بتعرف نفسك، انا اسمي كذا، بنعمل 1 2 3 4 5، انا عرفت انت بتعمل ايه، مين التارجت اودينس بتاعك، هل مهتم ممكن اعمل معاك شراكه ولا لا، بيشتغل مع الاطفال اهو، مش هتشتغل معاه في شراكه، انت ما عرفتش تشتغل كبار صغيرين لسه. ف
انا بديفاين كل حاجه. الكاستمر اودينس عرفته، الماركت يعتبر عرفته، السوليوشن عرفته، السبب اللي بتعمل بيه السوليوشن عشان يعملوا كارير، وعشان خلاص عرفت الفاليو اللي انت عاوز تقدمها. فمجرد اربع سطور ولا حاجه ما كملتش يعني، هتلاقيني خلاص عرفت الديفاين بتاع الشركه بتاعك بشكل كامل. فالاكتيفيتي ده لازم وانت بتبتدي الشركه بتاعتك، وانت بتبتدي الستارت اب بتاعتك، خلاص انا همشي كده، انا مين؟ انا شركه اكس، هعمل ايه؟ هعمل كذا، مع مين؟ كذا، خلاص كتبتها، بقت معايا وان لاينر، حفظته، خلصنا من اول حاجه. دخلت في اسانسير بقى هتتكلم، دخلت في اوضه، دخلت في مكان هتتكلم على طول، معاك الاليفيتر بيتش بتاعك او وان لاينر بتاعك. حلو قوي؟ حلو. على فكره بعد كده هسال وفي ايه؟ يعني هنفاجئ بعض كده. طيب ايه ده؟ ايموجي. ده مصطلح مشهور قوي اسمه KISSS او كيس، بس بمعنى الكيس يعني. ده المصطلح ده وانت بتصمم اي سكريبت، وانت بتكتب اي حاجه، وانت بتكتب حتى الفيرست لاينر بتاعك، لازم تبقى واخد بالك قوي انك ايه؟ انك تكيب ات شورت سويت سيمبل. فوانت بتكتبها مش هقول مثلا ان احنا نظام تعليم برمجه موازي مع المدرسه عشان الاطفال تبتدي تتاسس وتتعلم ايه كل ده، هي منصه تعليم برمجه الاطفال خلاص. فالمصطلح ده بيخليك تعرف تبسط البيتش اللي انت بتحاول تعمله. انت عايز تكتب سكريبت، مش هتقعد تكتب كل حاجه في الدنيا. طب ما انا بقول لك بقى، ما اي سكول بتعلم 3D برينتنج، وبتعلم 3D موديلنج، وبتتعلم VR VR وي 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 وي. انا ممكن اقول لك مليون حاجه، بس انت عايز حاجه واحده هتفهم ان اي سكول بتعلم تكنولوجي، فخلاص انا هقول لك كلمه واحده فانت كده ابتديت تفهم. فده الهدف من ان انا اخليها شورت وسيمبل سويت، تحس كده في الاخر انت خدت حاجه عملت معاك هوك. تمام. طيب في سيليكون فالي في حاجه مشهوره جدا اسمها واي سي، واي كومبينيتور. مين عارفها؟ حلو قوي. واي كومبينيتور عندهم مبدا كده في تسميه الستارت اب بتاعتك بحاجه اسمها الهاي كونسبت بيتش. ايه الهاي كونسبت بيتش؟ حد عنده فكره؟ هاي كونسبت بيتش هدفه ايه؟ هدفه ان انا بحاول اوصف الشركه بتاعتي بحاجه ويل نون قوي، بحيث ان انا محتاجش اوصف الشركه اصلا. فالهاي كونسبت بيتش من الحاجات الريكومندد دايما باي واي كومباينيتور في سيليكون فالي. طب يعني ايه؟ انا فهمت انت ماشي، انت في سطر معين بتعبر بيه عن الكومباني فيجن. طب ازاي؟ ناخد مثال، بس عايز حد يجاوب عليه. ناخد مثال. حلو. مين دول؟ وي ار ذا اوبر اوف باسز. لا كتير قالوا مره واحده، ماشي هو صح. سويفت سهله جدا صح، مش محتاج اوصف لك هو بيعمل ايه. لا سويفل ما استخدموهاش اصلا عشان مش عايزين يحطوا نفسهم مع اوبر، بس هي اهي وي ار ذا اوبر وباسز. انت فهمت خلاص، مش محتاج اشرح اي حاجه صح. طيب مين دول؟ ماشي في مصر. وظف ماشي، لينكد ان. وصل الكونسبت على طول. ده الهاي كونسبت بيتش. انا ممكن اقول لك مثلا احنا يوداستي بتاع الاطفال، هنعلمهم كل التكنولوجي والحاجات دي كلها، فانت خلاص كده فهمت، مش محتاج بقى اشرح لك كورسات واونلاين ومش عارف خلاص. فانت خدت حاجه مشهوره قوي وبسطتها قوي، خدت الكونسبت بتاعها وربطتها بالبراند بتاعك، فخلاص انت كده فهمت. ودي مرحله معينه على فكره، تبقى دايما في الايرلي ستيج، انت بتربط نفسك ببراند قوي عشان تبين البوتنشال بتاعك. لكن بعد كده الناس ما يعني اي شركه بتكبر ما بتحبش بعد كده تحط اسمها جنب اسم براند تاني، معلش لينكد ان دلوقتي واي بي فين، فاللي هو لا يعني انا في حته ثانيه خالص. لكن زمان اول ما يبدا يقول لك انا زي كذا بس بعمل كذا. فده الهاي كونسبت بيتش، حاجه من الميثودز القويه جدا اللي حتى الانفستورز بيحبوا يسمعوها كويس جدا. ليه؟ هو عارف قد ايه اوبر دي ليها امباكت، وقد ايه عظيمه، وقد ايه موجوده في 60,000 دوله، فاللي هو لا انت بتعمل زيها بس الاتوبيسات، فانت في بوتنشال، فانا خلاص كده فهمت انت ممكن تروح فين. تمام؟ فده الهاي كونسبت بيتش. التشالنج بقى الدائم في موضوع البيتشنج، الكونتنت ولا الدليفري بتاع الكونتنت؟ في وجهه نظركم مين اهم؟ الدليفري ولا الكونتنت؟ الاثنين.
ها ولا الكونتنت؟ كونتنت يا جماعه هو الاثنين صح. ممكن الكونتنت يبقى قوي جدا والبيتش يبقى سيء جدا. ابقى انا داخل احنا شركه اكس وان شاء الله يعني بس كده، انت مش سامعه اصلا، مش مركز معاه، مش باصص لكم، مفيش اي حاجه. يا اما العكس، الكونتنت ضعيف جدا، سلايدز سيئه، ديزاينز مرعبه، حاطط لك الوان فسفوري على اخضر على مش عارف تقرا اصلا الكلام، والراجل بيبدع بيطلع نار وبيلعب بالجوجلنج قدامك بس انت مش فاهم حاجه، السلايدز سيئه جدا. فالاثنين 50-50 فلازم تشتغل على الاثنين، الكونتنت والبيتشنج. ساعات الواحد بيروح مسابقات وبيحضر في اماكن يبقى قاعد الكونتنت قوي جدا والسلايدز حلوه جدا والامباكت والفاليو بتاعت الستارت اب، وانت قاعد تقول والله انا عايز اقوم اعمل لها بيتشنج انا، اللي هو حلوه جدا بس اللي بيشرح مش قادر يديليفر شكل كويس للسلايدز، والراجل الديزاينر بقى عيني تعب فيها وعملها بشكل كويس وانيميشنز وحاجات، بس هو في الاخر اللي بيشرح مش قادر يديليفر. او العكس، اللي بيشرح عمال يقاوح ويتكلم كويس وعنده صوت كويس واتيتيود فيه كاريزما كده وراجل مسيطر على الستيج، بس السلايدز تحسها يعني حاجه من سنه 2000 ولا حاجه، تحس صور بي ان جي مربعه كده مع جي بي جي وحاجات تحس انها باتشد كده، والموضوع صعب جدا جوه السلايدز. فالاثنين بيأثروا حتى على البرسبكتيف بتاعك يعني الفيرست امبريشن كده وانت قاعد راجل كويس قوي بس ايه السلايدز دي، فاللي هو انت تبقى قاعد اصلا حاصل لك توتر بسبب شكل السلايدز. فالاثنين مهمين 50-50. فاحنا في الاول هنبتدي نتكلم عن الدليفري. الدليفري بتاع الراجل اللي هيعمل بيتشنج ده، الراجل ده مش طالع يعمل بيتشنج، الراجل ده طالع يعمل حرب، داخل معركه، هو طالع هيبخ نار على الناس مش هيتكلم. فهي لازم عندك انرجي، انت هتتكلم لازم هتتكلم بانرجي، هتتكلم انا بعبر عن الشركه، بعبر عن مجهود كل الناس اللي في الشركه، بعبر عن مجهود اللي احنا عملناه كله، الفكره اللي احنا بنؤمن بيها. فقد ايه انت عندك انرجي، قد ايه انت متحكم في الانرجي دي، وما تبقاش اوفر، ما تبقاش داخل كتير وصوتك عالي، لا انت داخل عندك انرجي. الانرجي بتوصل عن طريق جود اي كونتاكت، انا بكلمك بعينيك وببصلك ومركز معاك، في نفس الوقت عندك فيه بادي توكس، ما ينفعش تفضل واقف حط ايدك جنبك او حط ايدك وراك او بتعمل كده او بتعمل كده، انت تتحرك، لازم تتكلم، لازم تقول لهم يا جماعه احنا حصل لنا بوست في الحته الفلانيه، شفت كلكم رحتوا مع البوست في الحته الفلانيه، واحنا في الاول مش عارف خدنا كذا وودناه لكذا، فانت حسيت ان في حاجه هنا وفي حاجه هنا، مش قاعد متكتف ومش عارف تتحرك، لا انت في شو، في حاجه بتحصل، انت قاعد مركز مع اللي بيتكلم، مركز مع حركه جسمه، حركه ايديه، كل حاجه فيه بتاثر. فانا كحد بيسمع، حد مستمع، انا قاعد شايف شو قدامي مستمتع، مش قاعد هنام هلعب في الموبايل مش مركز، حاسس ان مفيش صوت اصلا، حد بيتكلم هو البيتش ده كان بيقول ايه وخلص عن ايه، انا مش سامع اي حاجه، في كده مونوتون كده اللي هو لا ده بتطلع وبتنزل وبتغير نبره الكلام، بتسكت بعد كده بتتكلم تاني. فكل ده بيفرق معاك جدا في البيتشنج ستايل بتاعك. قبل ما نتكلم على الكونتنت حتى، يعني انت كشخص لازم تتمرس على ده ازاي، مره واثنين وثلاثه واربعه وعندي الباور وهجرب، هجرب مع بقى اصحابي، هجرب مع كوفاوندرز، هجرب مع نفسي، وهناخد حته التجربه دي لوحدها هنتكلم فيها يعني بشكل مفصل ان شاء الله. فده شكل البادي توكس بتاعك، لازم تكون متحكم فيه وعارف انت هتتكلم ازاي من اول ما انت هتطلع على الستيج وهتقف وتحاول تفتح رجليك شويه، تحاول تاخد سبيس كبيره شويه، تحس ان انت كده مسيطر على المكان، وتهدى بعد كده تبتدي تتكلم. وانت بتتكلم خد هاي بيتش في الاول، الناس كلها قاعده ساكته وانت اصلا مش سامع، محدش بدا ومين اللي جاي وكان في حد بيقدمك وايا كان، فانت لازم تخطف الناس مره واحده، السلام عليكم يا جماعه انا اسمي، فقال لك لا في مين ده، في ايه الصوت ده، فاللي هو بعد كده اهدى بقى خلاص، عملت قلق اهدى خلاص، اتكلم بقى عادي والناس كلها بتبتدي تركز معاك. فدي البدايه بتاعتك، الانرجي والبادي. طيب البيتش ذات نفسه، الكونتنت بيفرق وبيفرق جدا. البيتش ذات نفسه ليه ستراكشر، يعني ستاندرد الناس كلها بتمشي عليه، احنا هنمشي بالستاندرد بس لازم نحط عليه الايه، الاكسبيرينس التاتش بتاعنا كده. الستاندرد موجود في العالم كله ومشهور، لو كتبت مثلا بيتشنج فور ستارت ابس هتلاقي 60,000 حد بينزل نفس الحاجه كلهم بيتكلموا في حته واحده، بس في شويه تغيرات وفي شويه تيبس وتريكس لنفس السلايدز دي، ازاي تخليها فعلا سلايدز فارقه وازاي تخليها سلايدز تقليديه زيها زي 100 ستارت اب ممكن تعملها. طيب ايه هم دول؟ رصه كده محفوظه
بيبقوا كام؟ بيبقوا 12 سلايد ماكسيمم. تجيبهم كده، تجيبهم كده، 12 سلايد ماكسيمم. اقل من 12 ينفع؟ اقل من 12 ينفع. اكتر من 12 انسى، اكتر من 12 كتير، يبقى انت كده بتسكويز قوي، بحشر على الاخر. هم 12، وخد بالك 12 كفايه، ممكن تحط في ال 12 اكتر من ال 12، بس ازاي في الاخر تعرف تديليفر ال 12 دي بشكل كويس قوي؟ طب ايه هم؟ احنا هناخد كل واحده فيهم بالتفصيل، بس هناخد الاوفر فيو بتاعهم. انت عندك من اول الكفر، كفر بشكل بسيط جدا. بعد كده عندك انترو، بعد كده عندك حاجه اسمها البروبلم، بعد كده سوليوشن، بعد كده بزنس موديل، بعد كده ماركت، بعد كده كي ميتريكس واتشيفمنتس، بعد كده بيبقى عندك الكومبيتيشن لاندسكيب، بعد كده التراكشن، بعد كده التيم، بعد كده الفاندنج والاسك، بعد كده بقى الحته اللي ما حدش بيحطها في اي حته، انا حاططها بس ما حدش بيعملها، اللي هي التستيمونيالز والامباكت. دي تجربه شخصيه، انجح سلايد فيهم كلهم، ما حدش بيحطها، ولا سيليكون فالي ولا واي سي ولا اي حاجه، بس دي انجح سلايد مع تجربه شخصيه لاكثر من بيتش عملتها في كل حته. حرفيا بتبقى تيرنينج تيبل كده، كل اللي انت فات ممكن تكون عكيت فيه، دي السلايد اللي بتلم كل اللي انت عملته، فبتبقى مهمه جدا. طيب نبدا على السلايدز. لا، قبل ما تبدا لازم تقف، قبل ما تبدا لازم تقف، دي تحطها في دماغك كده في كل حاجه. قبل ما تبدا البيتشنج لازم تستوب تريسيرش الناس اللي هتقعد. مين الاودينس؟ هما الباك جراوند بتاعتهم ايه؟ انا قاعد بتكلم مع ان جي اوز وناس عايزه تعمل سوشيال امباكت وناس عايزه تعمل جرانتس وعايزه تعمل بروجرام، انا بتكلم في ناس بتفكر في الفلوس بس، وده عايز 1+1 بيساوي 2، وده هنا قاعده انفستمنت. ما تقوليش بقى انت بتحقق وبتنقذ الضفادع البحريه لا، الكلام ده مش هاكلش معايا. انت بتقول لي بتعمل كام على طول، انت عارف اللي قدامك بيفكر في ايه. اللي قدامك الباك جراوند بتاعه بانكينج، ولا الباك جراوند بتاعته كانت في المجال بتاعك اديوكيشن تكنولوجي، ولا المجال بتاعك كان ماشين ليرنينج ولا داتا ساينس ولا، فمحتاج تبين له انت تك شويه، محتاج تبين له الحته اللي هو بيدور عليها. فلازم تذاكر قوي الناس اللي انت هتتكلم معاهم، ولازم تريبريزنت الشركه بتاعتك. انت قاعد في مكان واضح كده ان المكان ده كله بانكيرز، والدريس كود ما ينفعش اجي لهم كده، لازم على الاقل البس بليزر، لازم البس، عشان الدريس كود بتاع المكان ده هو اصلا من اولها كده مش شاري الفكره اللي قدامي ده كده، انا لا، هو تفكيره كده. فانت محتاج تكون بتماتش الانفايرمنت. انا قاعد في مكان كله ناس كاجوال وبتاع، وانا جاي لابس فول سوت، ازيكم يا جماعه، انا 10 ليه يا عم، اوفر ليه كده، شكلك غريب بالنسبه لهم. فلازم تماتش الكرايتيريا اللي انت رايح لها، شكلها عامل ازاي، لبسك عامل ازاي. انت اصلا بتعبر عن الستارت اب بتاعتك، الستارت اب بتاعتك مثلا عن السفر، فانت راجل روش جدا ولابس مش عارف ايه والالوانك كده مختلفه، ومش عارف ممكن تكون جايب برتكور ان انت اصلا قاعد على البحر دلوقتي، فمش فارق معاك، فانت بتعبر عن الستارت اب بتاعتك. انت راجل تك، فانت لابس نظاره عامله ازاي، ومش مشكله شعرك مش متظبط قوي، بس انت مركز باين عليك راجل تك، فانت بتشتغل في تكنولوجي مش مفيش حد بيشتغل غيرك فيها، فباين عليك قوي الراجل ده، بص شكله نيرد وايه، والسوفت وير تكنولوجي عندهم في الشركه في السماء، فانت براندد اوريدي اصلا بالشركه بتاعتك. واخر حاجه هتستوب فيها قبل ما تبدا هي البيتش نفسها. ده اول ما تطلع كان في قبلك ناس بتتكلم، كان في بعدك ناس بتتكلم، على طول في كلام، على طول في دوشه، على طول في حد بيقدم، ايه ده 10 ثواني كده، الاودينس هيبص، هو ايه الناس سكتت ليه، ومفيش حد بيتكلم ليه، هيهدى هيهدى الجو، كل اتموسفير هيهدى، وانت نفسك هتلاقي ضربات قلبك عاليه اول 10 دقايق كده، اهدى ايه 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 اه لا سوري، اول 10 ثواني، 10 ثواني. بعد كده ايه قلنا هتعمل ايه؟ السلام عليكم، هتطلع بالهاي بيتش ده، بعد كده تقوم هادي خالص، مهدي الناس، بتبتدي تتكلم. فلازم قبل ما تخش المعركه دي يعني ايه؟ تبص عليها كده وتسيرش الباتل فيلد بتاعتك شكلها عامل ازاي؟ مين قاعد لك هنا ومين قاعد لك هنا؟ ونوعا ما انت بتريسيرش الاودينس اصلا. مين شكل عينيه مريحه؟ هعرف ابص له هيفضل مركز، مش هعرف ابص له مش هيفضل مركز. فحد ورا خالص ما كانش باصص لي من اول، حد مش عارف كان بيلعب، فانت خلاص عرفت مين نوعا ما، بيبقى فيه كده هيومن فيسز، انت نوعا ما بتبقى نيوترال بالنسبه لك، بتعرف تبص لها، ما بتديلكش مثلا رياكشنات غريبه، فانت ممكن تغير كلامك تتاثر لا. وفي نفس الوقت وانت في نص البيتش برضه هنتكلم عن تكنيك ازاي تبقى باصص له ومش باصص له. فكل الحاجات دي انت بتعمل الريسيرش السريع، السكاننج السريع ده قبل ما تبدا البيتشنج بتاعك. احنا قلنا كده عندنا الكونتنت وعندنا ايه؟ لا مش عندنا الكونتنت وعندنا الدليفري. حلو، كونتنت والدليفري، قلنا الدليفري محتاج الانرجي
محتاج البادي توكس، محتاج اريسيرش المكان قبل ما ابدا. بعد كده عندنا الكونتنت، اشهر 12 سلايد. طيب نبتدي بيهم، ربنا يقوينا. 12 سلايد اهم حاجه في الشركه اللي ممكن تخلي الشركه تريز ملايين، ممكن تخلي الشركه ما تعملش اي حاجه. تمام، اول حاجه يبقى عندك الكفر، والكفر ده الفيرست امبريشن اللي هيكون موجود على الستيج قبل ما تطلع وقبل ما حد ينادي عليك وهيعرضوها، فهم هيفضلوا متنحين فيها بتاع 15 ثواني عقبال ما انت تجهز ويركبوا لك المايك وتلف وتعمل. فالكفر ده بيبقى فيه ايه بقى؟ الكفر ده بيبقى فيه كومباني لوجو، لوجو بتاعك في النص كبير كده، باك جراوند براندد شكلها كلين ديزاين جدا، مكتوب فيها السلوجان بتاعك، والسلوجان بتاعك بسيط بسيط وواضح، انا بعمل كذا، انا مثلا بريز اي سكول مثلا، احنا بنريز نيكست تكنولوجي ليدرز، فاحنا بنطلع جيل جديد من التكنولوجي ليدرز في المستقبل. خلاص انت كده يعني ها جمعت كده اللي هو ايه، عندك فضول تعرف هم احنا بنعمل ايه. طيب السلوجان بتاعك سطر، اربع كلمات خمس كلمات بالكتير، وزين اللوجو بتاعك، شفت الكفر الدنيا واضحه ما فيهوش اي حاجه، من اسهل السلايدز عندنا. بعد كده سلايد ناس كتير قوي ما بتهتمش بيه، وساعات كتير ناس بتكنسله، الانترو. ناس ساعات تخش على البروبلم على طول، احنا مش عارف كذا كذا كذا، المشكله اللي احنا بنحلها. يا عم صل على النبي، انت عملت لنا مشكله من اولها ايه؟ اديني تمهيد، اديني انترو، حسسني ان الموضوع فيه تمهيد، فيه ستوري هتحصل، فيه قصه كبيره، وفي في ارقام وفي حسابات، وواحده واحده هتخش تديني المشكله. فلازم تديله بيج فاكت، فاكت كبيره جدا في المجال بتاعك. منين؟ من مؤسسات بقى، اي مؤسسه منهم، اي واحده بس طبعا مش هجيب كل دول، واحده منهم بس، مؤسسه كبيره قوي، اليونيسف قالت كذا، المش عارف ايه قال، اسم كبير قوي يربط البراند بتاعك بحاجه ضخمه، الورلد ايكونوميك فورم مش عارف ايه، اليونيسف قالت كذا، مش عارف منظمه الغذاء العالمي طلعت تقرير في سنه، مش حاجه كبيره قوي وحاجه يعني مضمونه قوي، بحيث ان انت ربطت البراند بتاعك ببيج ايشيو هتفصل منها بقى المشكله. فانا قلت لك مثلا في العالم كله في كذا 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 كذا، خلاص انت كده اكدت المعلومه دي، واللي قدامك اصلا هو ممكن يكون بنسبه كبيره مرتبه عاليه جدا في شغل في مانجر في مكان، فهو اوريدي اصلا عنده اس دي جيز وعنده جولز وعنده 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 وعنده، فهتلينك معاه بالذات لو من المجال بتاعك، فهو مثلا حد اوريدي شغال في التعليم، فالمؤسسه دي هي بيحترمها اصلا، مؤسسه كبيره جدا، فيحب يسمع انك بتتكلم عنها، مؤسسه مش عارف ايه في الزراعه، مؤسسه مش عارف ايه في الصناعه في التكنولوجي، فانت بتقول حاجه فعلا من مؤسسه كبيره. دي كده الانترو، والحاجه دي بتعبر عن نفس المشكله اللي انت بتحاول تحلها. حلو قوي كده، خلصنا الانترو، نخش على بعده بقى المشكله. ايه هي المشكله؟ المشكله هنا لازم تحكي ستوري، حتى لو ستوري سريعه، ستوري بسيطه، ستوري حقيقيه. مثلا في مصر احنا عندنا 29 مليون طالب سنهم من 6 ل 18 سنه ما عندهمش اكسس للتعليم التكنولوجي، دي قصة صغيرة بتعبر عن معاناة طالب في مصر مش عارف في السن ده. طيب الستوري لازم تمط فيها شوية، دي أكتر حاجة ممكن تمط فيها، أكتر حاجة ممكن تكبرها شوية، لأن هي دي اللي هيبقى فيها المشكلة اللي أنا فعلا لازم أحسها، بحيث لما تحلها لي تحس إن أنت عملت فرق حقيقي. طيب من أشطر الناس في البيتش كان اير بي ام بي، فكانت المشكله الحقيقيه بتاعتهم متوصفه بالديزاين، انت بص على الديزاين كده انت فهمت في 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 حاجه، في كارثه، في جاب كده، في شق بين الاوتيلز وبين البرايسز، والناس ما تقدرش توصل انها تعرف تبوك اي بيت لما تسافر، فدي مشكله ما حدش فيها بقى 60,000 رقم، وان في كام مليون، وان في كل ده حصل فين؟ كل ده حصل في الانترو، وانا بكبر لك الارقام وبكبر لك الدنيا، هنا انا ببسط لك المشكله، بوصفها لك وبحكي لك قصه حقيقيه، ممكن يكون مثلا ان انا وانا في 2000 حصلت لك او حصلت لحد قريبك او 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 ما حصلتش، بيك اب سام وان، خلاص في حد اسمه عمر حاول يعمل كذا، هتعمل انت ستوري بتحقق نفس المشكله، انه كان بيحاول يعمل كذا ما قدرش يعمله بسبب كذا وكذا وكذا، خلاص انا كده عرفت ان في مشكله، في جاب في الحته دي، انت هتعمل ايه بقى عشان تحل المشكله دي؟ ده يجي لنا الايه؟ السلايد اللي بعدها اللي هي عباره عن ايه؟ سوليوشن، الحل بتاعك. ودي اكتر سلايدز بيحصل فيها كوارث، كوارث
ناس تك بقى فيتشرز وتكنولوجيز وهنعمل داتا ساينس وبلوك تشين ولا قاعد كده انت بتعمل ايه مش فاهم اي حاجه وتلاقي شارتس واسهم بيخشوا وبعد ما الاب يخش على كذا يبعت لك كذا ويعمل لك كذا بروسيس داخليه جوه الشركه انت بتعمل ايه انا عايز اعرف انت بتحلها ازاي بس مش عايز اعرف التنفيذ الاكسكيوشن بتاعها ايه هو بتحله ازاي طيب ستريت بوينت بقى قول لي انت بتحل ايه وفهمني هل انت فيتامين هل انت حاجه هتفيد الشخص ده زياده ولا هل انت بين كيلر هتصبره بس يعني هتقول له خلاص يعني استحمل شويه هل انت كيور انت هتخش تحل المشكله دي كده من جذورها فلازم هو عارف انت في انهي حته احنا هنساعد القطاع ده شويه احنا هنغير القطاع ده من الاول احنا لا هنصبره اللي هو فيه وهنديله حل تاني فخلاص يبقى واضح قوي انت هتعمل ايه في القطاع اللي انت هتشتغل عليه طيب مثال واقع على الارض دي سلايد اي سكول بتاعت السوليوشن احنا بنعمل ايه ديزاين براندد طفل من طلاب اي سكول بيتعلم اونلاين مكتوب فيه فونت كبير قوي قد كده اللي هناك شايفه احنا بنعمل ايه باختصار شديد ثلاث سطور قلت لك انا كودنج بلاتفورم لكي 12 اديوكيشن كي 12 طلاب عشان يتعلموا ويبنوا كاريرز في التكنولوجي ازاي اونلاين ليسن جيميفايد انت قاعد انا لسه بشرح انت قريت اصلا خلاص ثلاث سطور مش محتاج تاخد وقت كتير فاللي قدامك خلاص فهم انت بتعمل ايه حلو يبقى سلايد سوليوشن ولا حطيت لك بقى شكل البلاتفورم ولا حطيت لك ان احنا بنعمل بقى بعد السيشن ريبورت وبنسجل للطلاب بيعملوا فيدباك ولا في كميه فيتشرز قد كده بس انا مش هحشرها كلها هنا مش مستحيل انت هتسالني امال ايه لازمه الكيو ان ايه البيتش مش هدفه ان انت تبقى واحد من الكوفاوندر البيتش هدفه ان انت تعرف انت بتعمل ايه ويبقى انترستد جدا ان اول ما انت تخلص البيتش بتاعك تلاقي كيو ان ايه هنا وكيو ان ايه هنا اعرف انك نجحت اللي بيخلص البيتش بتاعه ومحدش بيساله يعني ربنا يستر عليه ليه هو كده في حاجه الناس اصلا ما فهمتش حاجه معينه عشان مجرد تسال اصل مستحيل انت تكون مثالي اجوبت على كل الاسئله اللي في الكون لازم يكون هو هيسال على حاجه عايز يستفسر على حاجه وانت اصلا بتبني السلايدز بتاعك اكيد في حاجات مش هتعرف تحطها فهو لازم هيسالك فانت خلاص وصلت للهوك ده عشان هو يسالك فدي كانت السلايد بتاعت ايه سوليوشن وهدف فيها ان انا اعمل ايه ستريت تو ذا بوينت خش على طول اشرح الحاجه بشكل مباشر ولا فيتشرز ولا تفاصيل كتير حلو الوحش بقى بيزنس موديل سلايد بتاعت البيزنس موديل هدف السلايد دي حلو هتعرف الريفينيو ستريم بتاعك هل انا برضو لازم اشرح البروسيس والاكسكيوشن ونجيب العميل السلام عليكم ازيك عامل ايه خش اقعد ونشرح بقى وبتاع وهيتحاسب وبنحاسبه بقى بالجنيه ولا بالدولار ولا القصص دي كلها انا عايز اسمع الكلمات الكاتشي الكلمات اللي على طول كده ايه هو اصلا البيزنس معروف انت في سيكتور ايه ولا ايه ولا ايه مجموعه من الكلمات مشهوره قوي انا بعمل في فور سيرفيس انا سوفت وير هاوس تيجي تقول لي يا باشا انا عايز اعمل سوفت وير اقول لك سوفت وير ده ب 20000 خلاص كلمه واحده تعمل ايه في فور سيرفيس طيب انا سبسكريبشن بيز حضرتك انت بتخش عندنا نتفليكس بتشترك سبسكريبشن سنه بقى 3 شهور 100 سنه خلاص انت عرفت الراجل ده سبسكريبشن مش مستحيل اسالك بعد كده وتحطها كده بالعرض هي كلمه واحده سبسكريبشن وبتحط سبسكريبشن بانواعه فانا خلاص كده عرفت انت البيزنس موديل بتاعك بيزد على ايه طب عندي البندل انا عندي بندل مثلا هو ايه انت ممكن تاخد السبسكريبشن معاها لعبتين هديه عرفت ان انت راجل عندك اكتر من بندل وبتعمل ايه ميكسنج لمجموعه من البرودكتس طيب ايه تاني انا عندي برودكت از ا سيرفيس موديل يعني ايه بالظبط انا عندي سوفت وير ببيع اللاينسز بتاعته او انا عندي عجله واجرها لك يا عم ابسط حاجه يعني فانا عندي برودكت اهو باجرها لك مش ببيعها فده برودكت از ايه سيرفيس طيب عندنا بعد كده ايه ليزنج موديل طبعا بعيد عندنا على الستارت ابس انت لازم تبقى عارف كل البيزنس مودلز او معظمهم بحيث ان انت عارف انا احط الستارت اب بتاعتي في انهي موديل ليزنج موديل ده اللي هو مثلا انا راجل كونتراكتور عندي عربيات نقل وعندي 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 فانا بعمل ليزنج ده من حد تاني وبديها لك انت تشتغل بيها بعد كده باخد منك الحاجه دي تاني فخلاص ده ليزنج موديل طب انا عندي بقى الريزر بليد موديل مصطلح برضو اي حد بيشوفه كده مشهور جدا في مجال البيزنس ومش عارف ايه اللي هو الجليت موديل انا بكسب منين انا بكسب
مش شفرات، مش من المكنه. المكنه دي ممكن يكون ببيعها بسعر التكلفه، بس انا بكسب من الشفرات، اللي هو انا بقى اعمل حاجه اخلي العميل يستك معايا عشان اخد منه ريتنشن. زي ايه؟ زي الاكسبريسو الله ينور عليك. لا انا ما بكسبش من ماشين، انا بكسب من كابسولز. بالظبط كده. فانا كده فهمت البيزنس موديل. طبعا بقى فرانشايز موديل بعيدا عن الستارت ابس، فيه برضو مشهور جدا ان انا بعمل فرانشايزنج زي ماك وغيره. بعد كده اخر حاجه خالص، انا ادفرتايزنج وافليت. فانت صريح، انا يا عم ما ببيعش حاجه، انا عندي ترافيك كبير جدا واعمل له افليتنج، بعمل له مونتايزيشن، بعمل له ادفرتايزنج. فانا معروف انت مش محتاج تحط كل دول، انت هتحط ايه؟ واحده بس صريحه مباشره. طيب صح، ممكن يبقى عندك اكتر من بيزنس موديل. ايه الافضل، اشرح كل البيزنس موديلز اللي عندي ولا اخد المين ريفينيو بيزنس موديل بتاعي واصدره؟ المين ده راجل اول مره يشوفني النهارده، لو قلت له انا قلت لكم الاي سكول بتعمل ايه، احنا بنشتغل مع مدارس على فكره، بندرب مدرسين وبنعمل مناهج، شرحتش كل ده. دي اذر ريفينيو ستريمز بنشتغل بيها وبنعملها فيرتيكلز ثانيه بنشتغل عليها. مفيش حد بيشتغل حاجه واحده، اكيد بيجي له فرص وبيشتغل حاجات ثانيه مختلفه. بس انت لما ديفاين البيزنس بتاعك في حاجه واضحه وصريحه، وهي دي الكور اللي البيزنس قايم عليها، وهي دي الكور اللي الانفستمنت هيجي فيها، يبقى انا كده فاهم انت بتعمل ايه. لكن من اولها احس انك متشتت، احس انك بتعمل حاجات كتيره قوي، وهيجي لك اسئله وفيدباك ممكن يبقى باك فاير ليك، اللي هو طب انت ليه بتعمل دي اصلا؟ طب الار او اي بتاع ده كام والار او اي بتاع ده كام؟ طب انت بتضيع هنا هيومن اورز قد ايه وبتضيع. دخل نفسك في حسبه، لا خليك فوكس مركز، حاجه واضحه وصريحه، والراجل ده هيتعرف عليك مده 3 دقايق، فليت يعرفك بشكل واضح وصريح بسيط. ده ملوش علاقه بالموديل، ملوش علاقه بالموديل، هو نفس الموديل ده. انا بقول لك انا سبسكريبشن، سبسكريبشن بتاع نتفليكس ده انا ممكن ابيعه لباشمهندس اللي هنا، او ممكن ابيعه للمجموعه دي كلها مره واحده واخده خصم. فده في الاخر الطريقه بتاعتك اللي انت هتقدم بيها، ممكن تبيعه للحكومه فانت تشتغل بي تو جي بقى خالص. فده في الاخر الطريقه اللي انت هتشتغل بيها. لكن ايه، هو نفس الموديل، هو نفس الموديل، هو نفس السبسكريبشن، هو نفس السبسكريبشن، مش هاخد حاجه مختلفه. تمام، فيبقى انا عرفت هعمل ايه، هحط كام موديل. واحد احطه ازاي؟ صريح مكتوب واضح. مثال حلو، السبسكريبشن موديل ده انت ما بتاخدش برودكت معاك. طب تعالى نجيب مثال العجله. حلو، ده البرودكت از سيرفيس، انا هديك العجله بقت معاك انت، وانت اللي مأجرها مني، فانت كده ايه، واخد السيرفيس بتاعت تاجير العجله. طب مثال نتفليكس، انت خدت نتفليكس بقى بتاعك، لا انت واخد اكسس عندي انا بس، فانت واخد سبسكريبشن، هم مختلفين. طيب البيزنس موديل اهو واضح، دي على فكره سلايد من على النت، كتبت بيزنس موديل سبسكريبشن هتلاقيها في وشك كده. فواضح وصريح، بيز اون مونثلي سبسكريبشن بلانز، ومقسم البلانز بقى زي ما حضرتك بتقول اهو، في البيزك، في البيزنس ده بي تو بي اهو، في الانتربرايز، في عندك اكتر من سايز لشكل الباكج. بس في الاخر هو ايه؟ هو بيزنس موديل واحد. صح؟ صعبه البيزنس موديل؟ سهله صريحه، لما بتركز على حاجه واحده بس بتعرف تعملها كويس قوي، والدليفري بتاعك يبقى كويس قوي. البندل، البندل ده انا عندي اكتر من برودكت ببيعهم از بندل، اللي هو مثلا اقول لك ايه، احنا شركه سياحه بنحجز لك السفر وبنعمل لك الفندق وبنعمل لك مش عارف المواصلات، فانا بعمل لك البندل كامله على بعضها، فانت بتشتري البندل دي، ما ببيعش حاجه واحده، انا ببيع بندل على بعضها. حلو، بعد البيزنس موديل عندنا ايه؟ عندنا الماركت. ودي سلايد تريكي شويه، في ناس بتحب تحطها وفي ناس ما بتحبش تحطها بناء على الماركت، وهل هو اصلا في فاليد داتا حقيقيه على الماركت ده، وهل الفاليد داتا دي هتفيدك قوي ولا الفاليد داتا دي هتبين الموضوع عشوائي. وفي نفس الوقت الفاليد داتا دي انت فعلا اكزيستد وشغال عليها ولا لا. بس اشهر حاجه في طريقه صناعه السلايد بتاعه الماركت حاجه مشهوره قوي، اللي هي بتبقى اسمها التام والسام والسم، عارفينها؟ عارفينها. حلو، فاول حاجه انت بتخش بتقول انا عندي حاجه اسمها التوتال افيلابل ماركت، الماركت بتاعي كله قد ايه،
ماركت بتاع الريستورانت اهو بيقول لك 2 بليون يورو، ده كل الماركت في العالم كله بتاع الريستورانت. طب ده هدفه ايه؟ هدفه انا بس افهمه الحجم بتاع الماركت في العالم شكله عامل ازاي، فيفهم البوتنشال بتاع الشيء اللي انا ببنيه ده لما يكبر. بعد كده تخش على تاني مرحله السيرفيس افيلبل اللي هو السام، سيرفيس افيلبل ماركت. طيب انا بقى حواليا كده في مصر مثلا في 6 محافظات ولا في مدينتين في ماركت حوالي 100 مليون. فانا كده فهمت ان انت لما تحب تتوسع حواليك اقرب حاجه هتبقى ايه؟ 100 مليون. بعد كده بنكاسكيد كل شويه داون 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 بحيث ان اعرف انت فعلا هتشتغل فين. بعد كده تخش على السيرفيس اوبتينابل، انا فعلا هعرف اوبتين مناطق معينه انا فعلا هعرف اشتغل فيها، لكن اللي حواليا دول اللي في السيتيز دي انا مش موجود غير في مدينه نصر، انا مش هعرف اروح دلوقتي بورسعيد. فهو ماركت اقدر اشتغل فيه، بس هل انا شغال فيه واقدر اشتغل عليه دلوقتي؟ لا. طب الاوبتينابل ده اللي انا هعرف اتحرك فيه قريب كمان مش دلوقتي حالا بالظبط. طب ايه بقى الماركت اللي انا هشتغل فيه دلوقتي حالا لو انا ايرلي ستيج ستارت اب؟ ايه الماركت اللي انا هشتغل فيه دلوقتي حالا لو انا ايرلي ستيج ستارت اب؟ سم؟ متاكد؟ لا. سم بشتغل فيه بعد ما اتحرك شويه، لكن وانا بادئ حالا انا هشتغل في حاجه اسمها الايرلي فانجلست. الايرلي فانجلست دي الدايره المحيطه بتاعتي ال 200 متر. انا هكلم اهلي وهكلم صحابي وهتعامل معاهم واقول لهم بصوا انا بعمل حاجه جديده وبعلم صحابي ومش عارف ايه وبتاع، احنا عاملين برنامج تعليمي للاطفال، عندك اطفال؟ اه. من سن كام؟ تعالى ببلاش. دول الماركت اللي انت بتتحرك فيه فعليا لو انت ايرلي ستيج ستارت اب. لكن السم انت خلاص بدات وتحركت بقى عندك 40 50 عميل، فين الماركت يا جماعه؟ امشي نشوف شكله عامل ازاي. انت في الاول خالص كنت بتعمل ايه؟ دايره المعارف والاصحاب والقرايب 200 متر حواليك كده، فده فعلا اللي انت بتعرف تتحرك فيه. لكن مستحيل من الاول كده احنا بنتارجت القاهره وعندنا ازاي يا عم تارجت القاهره؟ القاهره فيها كام مليون دلوقتي؟ فلا الموضوع كبير، هات حاجه اصغر بكتير ابدا بيها. انا بتارجت الحي التامن مدينه نصر، فاهم؟ في هنا شويه 3 مدارس وفي هنا مش عارف ايه، انا خلاص عرفت انا بتارجت مين. تمام؟ تمام كده احنا خلصنا تقريبا لحد الماركت. الناس دي جايبه لكم بريكس وميه وحاجات حلوه حلو قوي. السؤال ده حلو جدا. دلوقتي انت عندك تو ميثودز ان انت تجيب بيها ارقام عشان تحط الارقام دي. رقم واحد هتسيرش على جوجل عادي جدا وتحاول تدور على ريسورس، بس الريسورس ده يكون فعلا حاجه كبيره، مثلا فوربس حاجه كبيره كاتبه وورلد ايكونوميك فورم مش عارف حاجه كاتبه رقم حقيقي بعد ريسيرش، والريسيرش ده معمول له ريفرنسنج وتخش تشوف الريفرنسنج ممكن تلاقي البي دي اف بتاعه كامل، فتخش تشوف الريسيرش تلاقي فيه تفاصيل اكتر. دي طريقه هتسيرش فيها كتير قوي بس ببلاش. طريقه تانية بفلوس، في مواقع كتير قوي تبقى فيها ريسيرش زي مثلا ستاتستا وغيرها، انت بتعمل فيها سبسكريبشن بسعر رخيص جدا، هتاخد مثلا مانس انت مش محتاج كل الحياه، لو في اسبوع خد اسبوع، لو في فري تريل خليك لين على قد ما تقدر، خش خد اللي ببلاش، اعمل اي اكونت هتلاقي داتا. ممكن ما تلاقيش الداتا النهارده، ممكن تلاقيها اتعملت في 2018. حلو رضا 2018 تخيل الماركت ده بيجروس قد ايه، اكتب تحت ان دي من 2018 والماركت معروف انه بيجروس سنويا بنسبه 6%، خلاص انتهى. هتلاقيه في الاحصائيه، هتلاقي حاجه قريبه من الاحصائيه قوي. جروس بتاع ايه؟ بتاع الماركت نفسه حاجه كويسه طبعا، انا عايز اعرف الماركت ده بيجرو مش بيموت. لا بيبقى حقيقي، يعني مثلا انت بتتكلم تعالى الماركت بتاع المياه الغازيه، الناس كلها عارفه انه بيقع مش بيطلع، فعشان كده كل شركات المياه الغازيه راحت تشتري شركات تانية بتاعت المشروبات السخنه، كوستا وستاربكس، وتلاقي بيبسي اشترت كوكولا اشترت كوستا وبيبسي مش عارف بتشتري ستاربكس. ما معروف الماركت بتاع المياه الغازيه ده خلاص الناس كلها بقى عندها الانيشيتيف بتاعه ان انت خليك هيلسي والصودا لا وي وي وي، فعمال بيموت، فده معروف ان هو بيموت سنويا بنسبه كذا. فالجروس ريت سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف بيبقى فاليو. حلو حلو بوزيتيف
طبعا تهديد بالظبط. بس الماركت اوفر اول هتلاقي مثلا الماركت الاديوكيشن ده ماركت من الحاجات الاسينشلز اللي موجوده في العالم. لو انت بتفتح مدرسه فانت المدرسه كلها هيفرق معايا هتفتحها فين وهتفتحها نوعها عامل ازاي. لو مدرسه فيزيكال فده مش هيبقى فارق معايا الجروس بتاع الماركتنج، فارق بتاع الماركت فارق معايا انت فعلا هتفتحها فين والماركت اللي انت كنت حاطه اللي انت هتتحرك عليه الاوبتينبل، مش فارق معايا عالميا قد ايه. ان الاديوكيشن معروف ان انت كده كده هتخش ده يعني بيسموه يعني كلاسيك بيزنس، انت هتخش هتشتغل هتلاقيه فده كاش كاوز، انت معاك فلوس هتجيب لك فلوس، مش بتعمل حاجه فيها ديسربشن حاجه جديده وغريبه ملهاش بيزنس موديل قبل كده، لا دي حاجه اوريدي اكزيستد في 60,000 دراسه جدول مدرسه ممكن تلاقيها على النت اصلا، فمش حاجه غريبه. الحاجه الغريبه احنا ليه اصلا بنحط الماركت ده؟ عشان انت بتادرس بيزنس موديل مش موجود، بتادرس اودينس جديده هتعمل له سيرفيس بطريقه غريبه، فلازم اللي قدامك يفاليديت ان الحاجه دي ليها ماركت اصلا. لكن لما تقولي مثلا ماركت المستشفيات، طب مش محتاج تقولي ان احنا محتاجين مستشفيات، دي فاكت. لكن الحاجه الثانيه هي اللي بتبقى فرق. حلو حلو لسه خالص انا مش عايز اشوف محمد ده دلوقتي. محمد ده كومبيتيتور صح؟ مش عايز اشوفه دلوقتي خالص غير في سلايد الكومبيتيتور. انت بتتكلم عن نفسك، انا مش عايز اعرفك مع حد تاني، انت لسه هتعرفني على نفسك وتمط في التعريف على نفسك ومشاكلك وحياتك وحلك وبتاع، بعد كده تقول لي كان معايا واحد صاحبي في الجامعه، مش عايز اعرف صاحبك اللي في الجامعه دلوقتي، انا عايز اعرفك انت. فانت في الاخر خالص يبقى كلمني على الكومبيتيتور مش دلوقتي خالص. حلو ما حلو ما احنا قلنا عندك طريقتين. الطريقه الفري هتسيرش كتير قوي على جوجل وهتتعب لحد ما تلاقي رقم مش لاقيها. الطريقه البريميوم هتشتري سبسكريبشن على مواقع الداتا، مواقع كتير قوي اشهرهم ستاتستا، هتخش تشتري هتلاقي رقم معين ممكن ينفعك. طيب هل انت مطالب انك تحط السلايد دي في البيتش بتاعك؟ 50-50 ينفع وما ينفعش. ما ينفعش يبقى جاهز نفسك هتتسال كيو ان ايه هو الماركت سايز بتاعك قد ايه، فهتجاوب كلمه واحده بس بدل ما كنت هتشرح فيها حوالي 30 ثانيه. فانت خلاص عامل الاستراتيجي بتاعتك، انا مش هتكلم على الماركت، هيسالني عليه هجاوب كلمه واحده، هو هيشوف البوتنشال بتاعي ان انا عملته على الارض اكتر، فده هيفرق معاه اكتر من انه يشوف الماركت. حلو نعم كلمه واحده هيقول له رقم معين، مش محتاج يقول له بقى السيرفيس ادريسابل كل الحاجات دي، هيقول له انا شغال دلوقتي حاليا في منطقه مدينه نصر اللي فيها حوالي 3000 طالب وانا واخد منهم حوالي 600 طالب، خلاص هو كده عرف هو شغال فين. طب بعد كده عايز تروح فين؟ بعد كده ان شاء الله الخطه بتاعتنا عايزين نروح مش عارف ل 10000 طالب موجودين حوالين المحيط. فانت الارقام اللي اوريدي في ايدك مش الارقام اللي لازم تجيبها له اللي هي الداتا الكبيره، الارقام اللي انت فعلا لازم تشتغل عليها واللي اوريدي اكيد كشركه انت جايبها عشان تشتغل، امال هتبيع ازاي وتعمل ماركتنج ازاي وتعمل سيلز ازاي. ايه تاني؟ بالعكس الصغيره انت اساسي عشان تعمل ماركتنج وتشتغل عليها لازم هتكون عارفها في منطقه معينه، لكن ارقام العملاقه مثلا انت عايز تجيب داتا حقيقيه هتلاقيها اما قديمه مش هتلاقي حاجه لحد 2022 الا لو انت اشتريت حاجه بريميوم، فلازم تبقى عارف الكونسبت ده كويس قوي. حلو دي كانت السلايد بتاعه الماركت. عندك بقى سلايد مهم قوي بتبين كل اللي انت عملته ده الفتره اللي فاتت دي شكله عامل ازاي، والسلايد دي اسمها الكي ماتريكس والاتشيفمنتس. في ناس بتحطها في ناس ما بتحطهاش برضه، بس كتجربه شخصيه من السلايدز المؤثره جدا. ولازم في السلايد دي تكون سريع لان السلايدز هي عايزه كده تحس ان انت الشركه شغاله بتجري وانا عايز اخلص معاكوا عشان اروح اكمل شغل. في السلايد لازم تكون سريع جدا، تبقى عندك بتبين السترينث بتاعك فيها ارقام وسريعه جدا. ازاي؟ دلوقتي ضربنا مش عارف 500 طالب وعندنا نسبه جروس كذا وبنعمل كذا وبنعمل بولت بوينتس، تحس ان انت ماسك رشاش بتضرب الناس ايه بفاكتس، عند خرجنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا، ارقام 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 ارقام. مش محتاج اقعد كتير جدا في السلايد دي، السلايد دي هدفها بتبين ان انتوا فعلا شغالين، انت عندكم ساتسفاكشن ريت عالي، ما عندكوش مثلا شرنك، ما عندكوش مشاكل في الماركتنج، بتعرفوا توصلوا الناس، بتعرفوا تبيعوا، وده الارقام اللي انتم محققينها. فدي سلايدز سهله، انت بتجمع ارقام حقيقيه من الشركه. لو انت ايرلي ستيج ما بتحطش خالص السلايد دي ولا بتتكلم عنها، لكن لو انت فعلا اشتغلت بقالك 3 شهور ولا حاجه حط الارقام
هتفيد حتى لو قليلة، بتبين انت في وقت قد ايه قليل عرفت تحط ارقام كبيرة. حلو. انا بقى مش على الاونلاين، فلما ببدا الاونلاين بقول لهم بانجازات الاونلاين. حلو. فهل ده ممكن ولا يعني دي اوفلاين ودي اونلاين؟ حلو. فهل ده ممكن ان انا اتفشل بحاجه قديمه حتى لو بعيده شويه؟ ممكن. مش هتمنشن الاونلاين بشكل كبير، هتحطه في الارقام وهتفصل الرقمين، دربنا 500 اونلاين ودربنا 600 اوفلاين، وهنركز اكتر في الاونلاين وتكمل ايه كلام، عشان اوفر اول هو انت شايف ان انت دربت 1100، فانت اوريدي عندك اكسبيرينس مع 1100 طالب، فده هيستوري ليك انت. هنا مش تايم لاين، مش عايز اعرف امتى، عايز اعرف ان انت تقول لحد النهارده، ده كده الداشبورد بتاعتي، ملخص الارقام بتاعتي، مش عايز اقول له خطوات من 2018 و19 في تايم لاين في حته ثانيه خالص هيجي لنا دلوقتي. هنا انا عايز اشوف كي فاكتس، كي ميتريكس، اتشيفمنتس، نقط كبيره كده وارقام كبيره، مش عايز اشوف تايم لاين رود ماب. تايم لاين رود ماب مطلوبه هتلاقيها في حاجه ثانيه خالص مش دلوقتي. لا هنا مفيش تراكشن خالص. حلو. دي نسب، عملت كام فلوس من ده انا ما اعرفش، بس تراكشن فلوس ارقام دولار بالظبط، اتحققت بقى جروس ولا اتحققت بقى ريفينيو شكل عامل ازاي، لكن هنا دي كي ماتريكس وفاكتس من جوه الشركه، انا طلعت لك كده قلب الشركه وطلعت لك الارقام المهمه فيها، فانا كده فهمت انتوا عندكم في نسبه كويسه هنا، حتى لو في نسبه نص نص انت عايز تحطها عشان تتسأل فيها، عشان تقول له الكاونتر اتاك بتاعك ان انت اصلا بتجهز لها حاجه، فانت اوريدي باني الاستراتيجي بتاعتك على الارقام دي، ما فيهاش اي دولارات، ما فيهاش اي فلوس، فيها الاتشيفمنتس والبروجرس بتاعك كشركه، بتبقى مش يعني بتبقى مش فاليد قوي، اللي هو ايه احنا ان شاء الله هندرب 1000 وان شاء الله هنعمل وان شاء الله كلها ان شاء الله حلو ان شاء الله طبعا. حلو. ما ده فاكتس، ما دام هو حصل، لكن انت لو هتقولي مثلا ان انا لسه هعمل حاجه ما تحطهاش. حلو. كارقام حطها، تراكشنز هنروح في التراكشن، تراكشن فيه فوركاستنج فده اساسي. هنا بنتكلم في فاكتس واتشيفمنتس حاصل، مفيش فوركاستنج. فوركاستنج ورود مابس هتيجي في حاجه ثانيه. السلايد دي هدفي ان انا بوادي انا باللي شرحته لك ده، بالمشكله اللي انا اتكلمت معاك فيها، بالماركت اللي انا شرحته لك، وصلت لايه لحد النهارده، ده هدف السلايد دي، وهدف اللي انا اقوله لك في بولت بوينت سريع قوي، كذا 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 كذا. حلو. ده انت عملت لحد ده كل ده لحد النهارده. حلو. ناوي تعمل ايه تاني؟ ده تسلسل بتاع السلايدز. ناوي ايه تعمل ايه تاني؟ هتلاقي بقى بانت معاك في الرود ماب وفي الفوركاستنج بتاعك والتراكشن، باين ان انت بعد كده هتطلب اسك وعشان اعمل كذا. لسه بقى هنروح لحته المستقبل، انت بتقول لي كان في مشكله انا اشتغلت عليها حققت نجاح وعايز اكبره، فده السيناريو. ملهاش اي معيار، انت النجاح ان شاء الله انا حتى دربت 10 طلاب، انا عملت برودكت معايا 5 يوزرز، مفيش مشكله، انت بتفاليديت البيزنس بتاعك بحاجه بسيطه جدا. ريتينشن ريت ان انا معايا عميل النهارده اشترك في نتفليكس شهر، جدد الشهر اللي بعده وجدد الشهر اللي بعده، فانا عندي كده ريتينشن. الراجل ده عمال يكرر، ركبت اوبر النهارده مره واحده، لا وركبت بكره وبعد وبعد وبعد، فاوبر مثلا عنده ريتينشن مش طبيعي، فانت ايه بتكرر الحاجه. ايه تاني؟ حلو. ناخد بريك سريع. ماشي. في ورا حاجات. الحمد لله على السلامة. عملنا ريفريش. حلو. خلينا نعمل ريكاب بسرعة. احنا اتكلمنا في ايه بالاول خالص؟ احنا كنا بنتكلم عن البيتشنج والبيتشنج سيليكون فالي واي، تمام؟ في الاول خالص كنا بنتكلم عن البيتش ذات نفسه المفروض يتعمل لمين؟ قلنا المفروض يتعمل للكو فاوندرز، قلنا المفروض يتعمل للتيم بتاعك، قلنا المفروض يتعمل للكاستمرز، بعد كده قلنا المفروض يتعمل اخر حد خالص تفكر فيه هو اهم حد في الاخر الانفستور. ف
فانا كده عرفت انا هعمل البيتشنج لمين. وعشان ابتدي اعمل البيتشنج لازم اعمل الوان لاينر بتاعي. بعمل الوان لاينر بتاعي ازاي؟ فورمولا معينه، بشوف الشركه، الشركه بتقدم ايه لمين وايه النتيجه بتاعت ده. بعد ما اعمل الفورمولا بتاعتي في حاجه اسمها الهاي كونسبت بيتش، بربط اسمي باسم حد. زي ما انا كنت بقول لك مثلا انا اوبر فور ايه؟ فور باسز. فانا كده عرفت ان انت سويفل. انا اي باي فور جوبز، فانا عرفت ان انت ايه؟ لينكد ان او وظف. فخلاص ده كده الهاي كونسبت بيتش. بعد كده دخلنا بقى في حته ان انا كحد بيعمل ديليفري للبيتشنج ده لازم يبقى عندي انرجي كويسه جدا، لازم ابقى عندي بودي توك قوي جدا بحيث ان انا اعرف ازاي اشرح الحاجه بشكل كويس قوي واللي قدامي يركز معايا، وان قبل ما ابدا استوب واعمل ريسيرش للمكان بتاعي كويس قوي، للاودينس بتاعتي، بعد كده ابتدي اشتغل على البيتش بتاعي. طيب بعد كده دخلنا على السلايدز، وعندنا في 12 سلايد بنقعد نعدي على كل واحد فيهم. اول سلايد كان ايه؟ الكفر، بعد كده الانترو، بعد كده بروبلم، بعد كده سوليوشن، بعد كده ماركت، بعد كده بيزنس موديل الاول، بعد كده الماركت، بعد كده الكي ميتريكس والاتشيفمنتس، بعد كده الكومبيتيشن. مركزين، الله ينور. الكومبيتيشن، الكومبيتيشن دي من اكتر السلايدز الكليشيه اللي ممكن تلاقيها في حياتك، يا بالشكل ده يا بالشكل ده. ما حدش بيخرج عن الفورمولا دي خالص. هي هدفها ايه؟ هدفها بتقول ان انا اكزيست في ماركت اوريدي في ناس بتحاول تعمل حاجه، يا اما الحاجه دي زي اللي انا بعملها بالظبط او حاجه شبهها. طب افرض انت موجود في ماركت ما يعني ما حدش بيعمل حاجه شبهها خالص، ايه الترديشن واي اللي كان بيتعمل بيه؟ هو ده الكومبيتيتور بتاعك. ما ينفعش تقول لي انا ما عنديش كومبيتيتورز، انا جامد جدا، انا فكري لوحدي، كل الناس اللي في الدنيا. كل دي كلها اخطاء شائعه جدا في البيتشنج في السلايدز بتاعتك. فانت سلايدز زي سلايد الكومبيتيشن دي مهمه ومش مهمه. ازاي مهمه؟ انك تبقى عارفها، مهمه انها تبقى موجوده، بس مش مهم ان انت تقعد تنفست فيها كتير قوي في الشرح بتاعك، اللي هو هي بتبقى رسمه معبره موجود فيه اكس وواي وانا زد احسن منهم في الكواليتي واسرع. خلاص انا مش محتاج بقى تقول لي الكوفاوندر بتاع شركه مش عارف ايه ده كان معايا زمان وسابني وانا بقى فتحت الشركه. مش عايز البيرسونال ايشوز دي كلها، مش عايز اسمع القصص دي كلها، مش عايز اعرف ان هم كانوا بيعملوا كذا، مش عايز اعرف ان هم كانوا اشطر في كذا، لا انا عايز اعرف انت مختلف عنهم ازاي. بس مش محتاج تتكلم عنهم كتير، محتاج تبين اختلافك عنهم، هو ده الهدف. في ناس ما بتحطش الكومبيتيتور اصلا والكومبيتيشن لاندسكيب، عادي عادي، بس استعد. اول سؤال في الكيو ان ايه؟ مين الكومبيتيتور بتوعك؟ فانت تبقى جاهز وتجاوب عليهم، جاهز وتجاوب عليهم، وتجاوب عليهم بسرعه قوي، وتجاوب عليهم بارقام. فهنعرف ده ازاي برضو؟ حلو. ما هو ده الاختلاف صح؟ بس مش في البرودكت، لا مش في البرودكت، في الاول، مش في الاول خالص. حلو، ده في انهي سلايد؟ اتكلم عن البرودكت بتاعك في انهي سلايد كده؟ ده كده في سلايد السوليوشن. حلو. حلو. ما هتكلم عنه في انهي سلايد؟ بعد، يبقى انت هتعمل سلايد اسمها برودكت. حلو، مش هتتكلم فيها عن الكومبيتيتور برضه. بتكلم بشكل يعني، انا عايز اعرف انت بتعمل ايه، مش عايز اعرف دلوقتي انت بتعمله احسن منهم ازاي. يعني ماشي، جايز في ناس ما بتعملش سلايد كامل عن الكومبيتيشن، بس زي ما بقول لك مش هتتكلم عن الكومبيتيتور كده في التوك بتاعتك بنسبه كبيره، او ممكن تمنشنهم بحاجه بسيطه وتستعد للكيو ان ايه. بس الافضل، الافضل ان انا اتعرف عليك انت لوحدك بشكل كامل، بعد كده قول لي انت تفرق عنهم ازاي. مش في البرودكت تحديدا، انت البرودكت دي تعتبر من اهم الحتت او اللي انت هتشرحها في السوليوشن بتاعك. يعني انا مثلا في سلايد السوليوشن انت بتشرح برودكت، بس انت السلايد نفسها ما فيهاش زحمه. احنا كنا بنتكلم على السلايد دي، السلايد نفسها مش زحمه،
هنا انا لسه بتكلم، مش معنى ان السلايدز فيها كلام ان انا بقول كلام السلايدز. ده اصلا كونسبت غلط. لما تشوف السكريبت رايتنج هنعمله ازاي، فهي السلايد بتقول ده، انا بقول بقى عن طريق ان احنا بنبقى اونلاين بشكل اسبوعي والطلاب بتحضر مره واحده في الاسبوع لمده ساعتين. انا بشرح حاجات في البرودكت زياده عن اللي موجوده في السلايد. السلايد المفروض تبقى كاتشي وانا فهمت السوليوشن شكله عامل ازاي، لكن ما بخشش في تفاصيل في الديزاين وفي الكلام، انا بشرح انا بالبيتش بتاع ذات نفسه. وهنا ما ينفعش اتكلم عن الكومبيتيتور، انا لسه بتعرف عليك، انا لسه عايز اعرف انت بتعمل ايه. لكن من اولها انت بتقول لي ان في حد شبهي وانا بنافس معاه في حاجه، انا لسه ما عرفتش انت مين، وممكن اكون انا مش عارف الماركت ده كله اصلا، فانا ولا عارفه ولا عارفك، فما تلخبطنيش انت بتعمل ايه، فخليك انت سيت ذا بوينت. حلو، في شركات واضحه وصريحه بتعمل زيك، في حلو، هتحطه القطاعات، هتشوف مين بيدليفر معاك مينينج اعلى في البيتش بتاعك، يعني مين فعلا بيبين اختلافك انت فعلا متفوق عليه. بس لو في حد دايركت موجود ونوعا ما وين نوم وانت مش حاطه هنا، هيقولك انت ليه مش حاطط كذا، انت مش شايف ان كذا مش منافس ليك، فهيبان ان انت مش دارس الماركت بتاعك كويس. فبدل ما هو موجود وويل نون خلاص ما ينفعش انكره. يعني انا مثلا حد من سويفل وهشرح البيزنس موديل بتاعي، ما في خلاص اوبر باص دلوقتي، وكان في مش عارف ايه تاني باص كريم باص ولغى القصه دي، ما ينفعش ما احطش الحاجات دي. اقول لك انا بنافس القطاع الاتوبيس العام، ازاي يا عم انت بتهزر ولا في حاجات موجوده اوريدي اكزيستد صح؟ يبقى انا لازم احط الحاجه بدل بقت ويل نون لازم احطها في الكومبيتيتور لاندسكيب بتاعتي. حلو، الناس هنا بتسالش ليه، دي هنا كله اسئله وهنا يعني مثلا انا دلوقتي الكومبيتيتور بتاعي اكتر في الماركت المصري، فبيركزوا بره على الناس اللي بره مصر وما يركزوش. فليه بقى الحته دي اصلا ان انا يعني ما بركزش على الماركت بتاعي هو اوريدي اصلا الالوكيشن بتاع مصر؟ حلو، فاليد بوينت جدا، بس دي النقطه دي اهم حاجه فيها حته الريسيرش قبل البيتش نفسه. انا هريسيرش ان انا هعمل البيتش ده اصلا بالعربي ولا كان بالانجلش. حلو، انا ممكن اكون بتكلم بالعربي والبيتش بتاعي مكتوب السلايدز بالانجلش، ولا البيتش كله هيبقى بالانجلش. انا بتكلم مع ناس جلوبال، فهم عايزين يعرفوا الجلوبال لاندسكيب، مش عايزين يعرفوا في الشارع اللي جنبنا في كومبيتيتور شبهنا، عايزين يعرفوا الجلوبال لاندسكيب اكتر. فممكن انا اصلا بعمل شويه موديفيكيشن قبل كل بيتش لما بعمل ريسيرش مع المكان اللي انا رايحه. المكان ده انا عارف ان هم اصلا كانوا مهتمين بالسيكتور ده، واوريدي اصلا في البورتفوليو بتاعهم ممكن يكون في كومبيتيتور، فانا عامل حسابي ان انا في الجلوبال لاندسكيب بتاعتي حاطط في هنا مقسمها الكومبيتيتورز، حاطط لوكال وحاطط جلوبال، فانا مقسم اللاندسكيب ذات نفسها مين في اللوكال بلاير وفي مين في الجلوبال بلاير. ممكن الجلوبال بلاير كمان يبقى سبورتيف جدا ليك ان هو بيفاليديت البيزنس موديل كعام، بيفاليديت ان انت شاطر في حته اللوكاليزيشن، انت ناجح جدا انك عرفت تعمل زي يوداستي بس في مصر، ناجح جدا انك عرفت تعمل زي اوبر بس في مصر، فباين قد ايه اللوكاليزيشن انت عامله وان في جلوبال اصلا رول مودلز ليك. فده يبقى عندك سيكتور كده لوكال كومبيتيتور وسيكتور تاني جلوبال كومبيتيتور في نفس الجدول، بس هتغير ايه التايتل اللي فوق بس، دول اللوكال ودول الجلوبال. حلو، سلايد اللي بعدها اتراكشنز. ما هي اتراكشنز؟ كيف بدات اتراكشنز؟ سلايد تراكشن شكلها عامل ازاي؟ تخيلكم كده. دي معلومات كتير قوي، اهم حاجه فيها انت حققت كام. التفاصيل دي كلها هتبقى معاك اكتر في الكيو ان اي. هو عايز يعرف بنسبه كبيره تراكشنز انت حققت كام وفي مده قد ايه، وبناء عليه حصل لك جروث ازاي. فتراكشن يبقى عندك كده تستخدم رود ماب، انا بدات من 2018 حققت كذا، و2019 حققت كذا، عندي فيه شارتس عماله تطلع كده وامشيها خطوه خطوه رود ماب،
وعامل انيميشن لذيذ وعامل ايه خط تايم لاين كده وبطلع شارت شارت الثانيه الثالثه. 2018 كنت عامل 500,000 جنيه، 2019 عملت 1,000,000، فانا كده ايه في حاجه ضعف عندي هنا في الجروس، فانا كاتب ان في جروس ما بين ده وده نسبه كذا، ما بين ده وده نسبه كذا. فانا شفت الرود ماب والبروجرس بتاعي، اقف لحد هنا، اقف لحد النهارده، لا ممكن ازق لحد كمان سنتين، اقول له السنه اللي جايه متوقع ان انا اجيب 10 مليون جنيه واللي بعدها متوقع ان انا اجيب 20 مليون جنيه وبجروس ريت بقى خزعبل. ازاي يا عم؟ لا هثبت لك انا مش بهبت، فمفهوم ما تهبتش، المفروض يبقى ارقام انت فعلا حاسبها وحاسب التوقعات بتاعتك بناء على حاجات كتير قوي، بناء على التيم، بناء على الانفستمنت، بناء على كل حاجه انت شغال عليها. فانا عندي التطور بتاع الستارت اب بتاعي باين جدا في شكل الايه تراكشنز، ودي من الحاجات اللي فعلا لما عندك تراكشنز قويه بتبقى مبهره جدا. السلايد دي اللي هو يا الماركت ده، انا قاعد كده انفستور، الماركت ده صعب والشباب دول بيعملوا حاجه حلوه وربنا يكرمهم يا حاجات جميله، فجاه تراكشن دق دق، ايه ده ايه ده ايه ده، انت عاملين كل الفلوس دي من الموضوع ده؟ استنى كده الموضوع اختلف. بس ستيل انت بتفاليديت الداتا دي، لازم تكون ريزنبل، لازم يكون اصلا في حاجه اسمها بيتا جروث ريت للماركت ده اصلا. يعني انا مثلا شغال في ماركت اسمه الاتك، الاتك معروف ان البيتا بتاعته مش عارف بتاعت الجروث ريت في سنه 2020 كانت ماكسيمم 300%، اشطر ناس عملوا جروس عملوا 300%. فانت ما تروحش تقول انا عامل 1,000%، اللي هو ازاي الناس دي معاهم انفستمنت ملايين وكانوا عاملين 300%. فانت لازم تريسيرش الموضوع كويس قوي عشان تحط حاجه فعلا فاليد، ان انت هتتكلم مع انفسترز وبتتكلم في فلوس. طب هدف السلايد ايه؟ احنا قلنا هتشو رود ماب، هتشو تراكشنز، انا سنه عن سنه التراكشن بتاعي اختلف ازاي، هتشو جروث ريت، انا كبرت بنسبه كذا في المبيعات، بنسبه كذا في المبيعات، والجروث ريت ده يا اما هستك عليه هكمل بيه اصلا. فما ينفعش مثلا تقول لي انت في اول سنه كنت بتعمل 100,000 جنيه، في ثاني سنه عملت 120,000 جنيه، في ثالث سنه هتعمل 3 مليون جنيه، الجروس ريت اتضرب ازاي؟ لازم يبقى فيه لوجيك في الجروس، يا اما لو في زقه صغيره زياده عن العموم، مثلا كانت 200% بقت 300%، في ريزونز للموضوع ده، اللي هو مثلا احنا في المرحله دي بعد الرقم ده عرفنا نعمل كذا واوتوميشن لكذا وكذا، عشان كده متوقعين السنه اللي بعدها الرقم ده هيزيد شويه بنسبه كذا. فالحاجه بتبقى محسوبه والحاجه بتبقى ليها ريزونز. الكي ماتريكس لحد النهارده ارقام ليها علاقه بالعملاء، ليها علاقه بالساتسفاكشن، ليها علاقه بالشيرن، ليها علاقه بالريتينشنز، ليها علاقه بالشركه من جوه، ارقام ليها علاقه بالاوبريشنز بتاعتي والاكسكيوشن بتاعي. التراكشنز ليها علاقه بتحقيقي لقد ايه فلوس وقد ايه نمو. فدي ارقام ودي ارقام، لو حطيتهم كلهم مع بعض مره واحده انا مش هنبهر وهتلخبط، يعني في حاجات كتير قوي زحمه مع بعضها. عشان كده بنفصل الكي ماتريكس والاتشيفمنت بتاعتي في حته، بحيث ان انا خلاص عرفت انت لحد النهارده عملت ايه، بعد ما فهمتني الماركت وفهمتني الكومبيتيتور وفهمتني كل حاجه بتفهمني دلوقتي انت عملت فلوس كام. حلو، نخش بقى على السلايدز الخفيفه اللطيفه اللذيذه دي بقى فيها ايه. اهم سلايد. حلو، الايرلي ستيج انت بتحط الفوركاستنج بس كده كده لازم تكون محتاجها. ما ينفعش اجي اقول لك البرودكت اهو وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا مش هسيب لي اي تراكشنز. انا هسالك طب انت في اول سنه هجيب كام؟ لازم معاك الاجابه اصلا. لو انت مش معاك الاجابه يبقى انت ما كنتش حاططها في السلايد، لو معاك الاجابه اكيد هتحطها في السلايد. يبقى انا محتاج اعرف ان انا اول سنه بناء على البوت سترابنج اللي هعمله وهبني الام في بي وهعمل بيفيتنج كام مره وهتخيل ان انا مثلا هجيب المينيمم تارجت بتاعي، انا اول سنه مثلا هجيب 10,000 دولار. اول سنه هجيب 2000 دولار، انا راضي بده. السنه اللي بعدها هكون جهزنا البرودكت كله وهجيب بقى مش عارف 300,000 وهكذا. فلازم ابقى عارف انت الخطه بتاعتك، هنا الخطه بتاعتك هتبان من التراكشن. حلو، ان كي بي تورز بالظبط. بالظبط،
على على الستيت بالظبط. الستيتس بتاعت الشركه بتاعتك نفسها والباك جراوند بتاعتك انت كشخص كنت اشتغلت في ايه قبل كده، الاديوكيشن بتاعك كان عامل ازاي، التيم بتاعك كان عامل ازاي، يفرق قوي في الكرايتيريا دي. انا ممكن تكون انت فعلا ايرلي ستيج مفيش اي حاجه بس انت روك ستار اصلا، تخرج من شركه تانية اكزت منها مش عارف ايه، فاللي هو هتقول يا جماعه انا بفكر لايف بوس ترامت، فده بيفرق. لكن لو انت لسه اول مره كستارت اب واول مره كفاوندر واول مره كفكره هتلاقي تحدي في الموضوع ده، ممكن تروح لانجلز، ممكن تروح انكيبيتورز اكسلريتورز، هتلاقي الموضوع هيمشي معاك واحده واحده، بس في الاول في الاخر هتحتاج تعمل فوركاستنج ليجز، ان انا هشتغل ازاي، هجيب فلوس ازاي. لو ده مش موجود اصلا كبزنس من الاول خالص يبقى انا ببني برودكت انا مش عارف اكسب منه ازاي، فلازم ده يكون محسوب. خش على التيم، وسلايد التيم هنا برضو ليها مدرستين. هدف السلايد دي ايه؟ انا ببين لك حجم التيم بتاعي، ببين لك سواء كان عندي ناس فول تايمرز، عندي ناس بارت تايمرز، الاديوكيشن والباك جراوند ولسه بنتكلم فيه من شويه، الهيستوري بتاعت الناس اللي معايا دي شكلها عامل ازاي. والمدرستين هنا بيتكلموا في ايه بقى؟ عندك نوعين، النوع الاول زي نوع اير بي ام بي، انا بركز قوي على الفاوندرز بس، فاحنا 3 فاوندر، احنا تيم مثلا 100 واحد، بس انا بتكلم عن الثلاثه فاوندر، احنا الثلاثه فاوندر، واحد فينا كان خريج هارفارد وواحد فينا كان خريج مش عارف ايه، واحنا كنا متعلم كذا، او احنا كنا شغالين في مجال التكنولوجي مش عارف بتاع الاي اي ده بقى لنا 5 سنين مع بعض، وهو عنده خبره في كذا ومعانا واحد خبره في الفاينانس كذا. بتقعد تتكلم عن الكوفاوندرز بس في المرحله دي، دي استراتيجي. استراتيجي ثانيه انت بتوري له الاستراكشر بتاع الشركه في سلايد واحده سريعه، اللي هو احنا الشركه، احنا مش مجرد فاوندرز، دي طريقه ناجحه ودي طريقه ناجحه، انت في الاخر اللي بتختار. ولو انت عندك ده اصلا دلوقتي، يعني ده ستيج متاخره شويه، بقى ستيج في الايرلي ستيج، الايرلي ستيج انت بالعافيه هتتكلم على الفاوندر اللي انت اصلا يعني متفق معاه بالعافيه يطلع معاك، يعني ممكن يكون انت لوحدك وجايب كوفاوندر كده صاحبك يعني. ف استراكشر الشركه عندنا ناس في اليو اي واليو اكس مش عارف كانوا اكس فيسبوك، وعندنا ناس كانوا اكس كذا واكس كذا، حته الاكس دي بتفرق، بتفرق قوي. كريديبيليتي انت معاك تيم فعلا يعني قوي، حته انك تستخدم ايكونز وحاجات فيجوال سهله، مش تقعد تكتب لي بقى فيسبوك وتقعد تكتب لي مش عارف ايه وتقعد تكتب، حط لي الايكونز از انف. فحاول على قد ما تقدر وانت مع الديزاينر حتى بتاعك ان السلايدز تبقى فيجوال قوي، مش كل حاجه ريتن، مش كل حاجه تكست، كل حاجه فيجوال اسهل بكتير قوي. بارت تايم او فول تايم عادي، فانت هتحط اللي تقدر تحطه في السلايد واللي فعلا ليه امباكت. مثلا معايا حد عظيم جدا بس الحد ده مش فارق قوي في التكنولوجي اللي انا بقدمها او في الحاجه دي، مش هعرف احطه في السلايد، اتكلم عنه واحب اشكر مش عارف مين عشان هو راجل كويس لكن محتاج احط الحد اللي انا هعرف اتكلم عليه على حته معينه. يعني مثلا وكده كده معانا كذا هيساعدنا في الجروس، ومعانا كذا هيساعدنا في التكنولوجي، ومعانا خبير التعليم مش عارف مين، وخبير الكريكلم مش عارف وهكذا. فانا بقسم الحاجات بتاعتي حسب انا فعلا البيزنس بتاعي النيدز بتاعته ايه. تمام؟ طبعا طبعا بتحط الادفايزرز او المنتورز برضو في الايرلي ستيج بتحتاجها اكتر، بعد الايرلي ستيج مش لازم اشوفها دلوقتي، لان انا اصلا بنسبه كبيره هتبقى ظاهره عندك في الفاندنج وفي الحاجات، ان في ادفايزرز، فالادفايزر دول جايين من فينشر كابيتال تانية او انفستور تاني هتبان في السلايد دي. لو انت لسه ايرلي ستيج خالص عايز تحط يا فاوندرز يا تحط فاوندرز وتكتب تمنشن ادفايزرز صغيرين، وبرده ممكن تمنشن مش لازم تحطهم بصورهم بحاجتهم. ايه تاني؟ ركز اكتر على الناس، يعني ركز اكتر على الناس اللي عندك، الناس اللي عندك سواء كنت انت فاوندر او سواء كان الناس اللي عندك كتيم الادفايزرز والناس دي. بس مش هبقى مبسوط وانا مثلا حاطط لي صوره نجيب سويرس عندك هنا، مش انا عارفه، قول اسمه بس. حلو، خش بقى على الفاندنج والايه، صحصح كده والايه والاسك. انا هدفي ايه من السلايد دي؟ حلو، باختصار شديد انت عايز ايه بقى في الاخر من القعده دي كلها؟ هي دي اللي انت بتعمل بيها الفيلم ده كله، انت بتحضر الكلام ده كله عشان توصل للسلايد دي. انت عايز ايه في الاخر؟ واللي عايزه ده هتعمل بيه ايه؟ ففي برضو عندك اكتر من مدرسه في السلايد دي. فانا عايز ابين فيه الديستريبيوشن طبعا، الاسك رقم واحد ابين بيه انت عايز كام. بعد كده الديستريبيوشن بتاع الاسك ده هيتقسم ازاي؟ هيروح فين؟ بعد كده الهيستوري اصلا بتاعت الفاندنج، انا بتكلم هنا على فاندنج، فلو انت عندك هيستوري
لازم تتكلم عنها ان شاء الله، حتى لو كانت جرانتس لازم تبقى عارف ان انا الشركه دي بدات ازاي، بدات بوت سترابنج، بدات بجرانت، خدت قد ايه فاندنج لحد النهارده وهطلب تاني قد ايه. بعد كده الفوركاستنج بتاع الفاندنج، انت النهارده هتقف على الفاندنج ده ولا انت هتريس تاني فتره معينه؟ في ناس بتحب تحطه وفي ناس ما بتحبش تحطه برضه. طب نشوف المدرستين. دي المدرسه الاولى بتتكلم عن الاسك او بتتكلم عن الراوند الكرنت، الراوند اوف انفستمنت. عندنا بقى في راوند بري سيد وسيد، بري سيريس اي سيريس اي، ودي ليها قصه لوحدها، كل راوند تسميتها بالتيكت سايز بتاعتها. فانا مثلا حد بيعمل سيد راوند اوف انفستمنت، فالاسك بتاعه 500,000 دولار. 500,000 دولار دول الراجل مقسمهم بيقول لي انا هستخدم الفاندنج بتاعي ده. سلايد بسيطه جدا، كلام فيها بسيط جدا، ديزاينز فيها واضحه وفيجوال، ان انا هعمل ثلاث حاجات. رقم واحد عندي فيه برودكت ديفلوبمنت هطوره وهشرح عشان ادخل فيه اي اي وعشان اعمل كذا وعشان اعمل كذا وعشان اعمل كذا. رقم اثنين هعمل نيو هاير لثلاثه بيشتغلوا في البرودكت واثنين يو اي واحد يو اكس. انا كده عرفت انت بتعمل ايه بالفند. رقم ثلاثه مثلا في الكيس دي انا عندي رينتال وهكبر الاوفيس بتاعي عشان استحمل الناس بتاعتي وهكذا. في ناس ما بتحبش تحط الرينتال دي عشان بيقول انت مش لطيف يعني تصرف فلوسك تأجر لنا مكان، فما تحطهاش، هتقسمها لحاجه ثانيه. فانت في الاخر بتحط الاستراتيجي بتاعتك هتصرف الفاندنج ده في ايه فعلا، تمام؟ فدي رقم واحد. رقم اثنين والطريقه اللي انا بفضلها اكتر طريقه التايم لاين برضو. انا في الاول بدات الشركه دي في سنه مش 2020، بداتها ب 3000 جنيه انا واصحابي وعملنا كذا كذا كذا. السنه دي احنا عايزين 10,000 جنيه عشان نعمل كذا وكذا 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 وكذا، والسنه اللي بعدها احتمال نحتاج كذا عشان نوصل في الاخر في السنه الفلانيه للبريك ايفن وهنكون حققنا كذا. فدي نوعا ما بتبين لك مستقبل الشركه ده رايح فين وفلوسي هتروح فين بعد كده. فانت بتشرح الديستريبيوشن بس بتشرحه دايما في شكل تايم لاين، اللي هو هيستوري الشركه دي شكلها عامل ازاي، خدت جرانتس، خدت فند قبل كده، ما خدتش فند قبل كده، عملت بوت سترابنج، وصلت ازاي بالنتائج اللي انت حققتها، كنت يعني من غير فلوس خالص وحققت النتائج دي ولا بفلوس صغيره؟ طب لما تاخد فلوس الموضوع شكله هيختلف ازاي؟ فعندك تو ميثودز، يا اما تركز قوي على راوند واحده بشكل واحد، يا اما تركز على الهيستوري وقد ايه الهيستوري دي بتبني كده مومنتم للايه للراوند اللي جاي. حلو، في اسئله في شكله شكل قبله مش لازم تحطها كيو كيو، ده دي اي اكزامبل، مش لازم تحطها كيو كيو، الاسهل تحطها سنه سنه. لو انت حاطط مع انت اصلا لسه بادئ دلوقتي حالا هتضطر تعمل زوم ان قوي على الايه على السنه دي، بقالك 3 سنين شغال مستحيل هتحط سنه 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 وهكذا. فالستيج تفرق. على حسب هو محسوب لوجيك برضو ولا لا. لو انت قلت لي مثلا هبريك ايفن اخر السنه، فلو انت لا خالص، هو الطبيعي الطبيعي بص انا معاك، بس برضو مفيش انفستور بيبقى بيحط الفلوس عشان يستنى البريك ايفن اصلا. هو معظم الانفستورز عايزين يخشوا معاك عشان يحصل فالويشن اكبر واكزيت منك، فمحدش بيبص على انت هتبقى بريك ايفن امتى، غير نوع معين من الانفستورز بيكونوا انجلز او بيكونوا كوربريت ارم انفستمنت، فبيكون هو اصلا عايز يكمل معاك عشان يوصل معاك للبروفيتابيلتي ويركز معاك على اليونت ايكونومكس والقصه دي خالص. ففكره بس ان انت حاسب اصلا البريك ايفن بتاعك بعد ما تبيع كام يونت او بعد ما تبيع كام سبسكريبشن، دي فاليد بوينت ليك انت، ان انت راجل مش رايح وخلاص كده ومش عارف هبريك ايفن امتى. بالظبط كده، ريسيرش الناس اللي معاك. يخرج هل ازاي افضل ان انا ابين له او ان انا اوضح الفاليو بتاع الجروث بتاع الستارت اب بالظبط؟ ده بان في السلايدز بتاعت التراكشنز، بان قد ايه ان انت
التراكشنز بتاعتك هتزيد سنويا، فبناء عليه حسبه من حسب الفالويشن بتاعت الستارت ابس المعروفه، انا هجيب التراكشن ده هضربه في الفوركاست بتاعه، طب خلاص انا عرفت انت كده هتكبر بنسبه قد ايه، هضربه في جروس فاكتور. نعم ما تقولوش صريح ايه؟ لا 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 مش هتقول له انا هنا فالويشن ب 20 مليون بعد كده هنا فالويشن ب 40 مليون، هيقول لك جبتها منين يعني، لو اكيد لازم تعدي على الديو ديليجنس، واكيد لازم تكون حققت اصلا التراكشنز اللي انت قلت اللي انت هتعمله، فما بتبقاش فاليد قوي او حاجه فعلا سوليد ان انت تقول انا هبقى فالويتد ب 100 مليون دولار كمان 3 شهور. فبتخليها بس انا هعمل ايه بالانفستمنت، هجيب بيه تراكشن قد ايه، هو لوحده هيحسب، هو لو عمل ده فعلا يبقى الشركه دي كده هتضرب 5 اكس كمان سنه. ف... السؤال بتاعك حلو، انا كنت لسه اقول حلو. دي بقى 50-50 يعني ايه؟ انا دلوقتي عملت لكم السلايد دي ما حطيتش فيها انت هتاخد كام في الميه من ال 500,000 دول، هتاخد كام في الميه ستيك في الشركه. لو انا رايح اكلم في سي لوحدها في مكان معين انا اقدر اقول الرقم ده على طول، مفيش مش محتاج يعني اداري الرقم ده، اقول له مثلا انا 500,000 دول هتاخد منهم 10%، فهو عرف كده الفالويشن بتاع الشركه كام. لكن انا رايح مثلا مكان بابليك بعمل بيتشنج في مكان بابليك، اقول لك ان احنا بنريز 500,000، مش محتاج اقول لك دلوقتي كام، لان انت المفروض مش من الطبيعي في المرحله الاولى دي ان الفالويشن بتاع الشركه يبقى معروف لكل الناس. انت الفالويشن ده ستيل حاجه انت فالويت بيها، ممكن يحصل عليها اتاك، ممكن حد يفصل فيها، ممكن حد ياخد رقم اكبر، فهو ستيل مش رقم ثابت هبقى ماشي فيه في السوق. يا جماعه الشركه بتاعتي ب 20 مليون جنيه، لا ممكن واحد يقول لك انا هشتري ب 15 وانت هتوافق، هو عرض وطلب في الاخر، او ممكن واحد يقول لك هشتري ب 30 وانت هتوافق. فستيل انت هتبقى ثابت على الرقم بتاعك، ثابت على النسبه بتاعتك، تظهرها لمين او ما تظهرهاش لمين بناء على الريسيرش انت هتعمله. انا قاعد الناس اللي قدامي دي كلها انفستورز حقيقيين هيتحركوا دايركت وهيخشوا معايا في الشركه، يا جماعه انا بتكلم في 10%، لا عايز انا هخلص كلام وخلاص، هم كده عارفين انت بتتكلم في كام. لكن في اصلا بروجرامز انت داخل عليها انت عارف هم بياخدوا كام في الميه، فانت خلاص مش محتاج ترنس على البوينت دي قوي. لكن ان انت تظهرها للبابليك ما يبقاش احسن حاجه في الاول. انا في الاول خالص مش عايز اظهر ان انا بافالويت الشركه، ممكن يكون الفالويشن بتاعي انا اصلا مش صح، فياخد باد اتيتيود عليك ان انت من الاول خالص انت بتقول لي انت بتتكلم في رقم ايه يا عم، انت الشركه دي ما تفالويتش معايا مليون دولار. هتسيبها للديو ديليجنس للكيو ان اي للفتره اللي انت هتفاصل فيها من الاخر مع الراجل الانفستور ده. لكن لو انت داخل على مكان انت فعلا عارف كل حاجه هتعملها معاه عامله ازاي، تحط له رقم في وشه كده عاجبك مش عاجبك انا هبيع ب 10% بس. حلو، تو استراتيجي الاحسن منهم انت تحط الرقم الكبير، الرقم اللي انت محتاجه وانت مقيفها قوي، يعني ده نفس الرقم المسابقه دي بتكسب 200,000، انا عايز 200,000، اللي هو انت يعني ده انت بالسنتي. الطبيعي انك مش عايز 200,000، الطبيعي انك عايز 500,000، ودي هتبقى جزء من ال 500,000 هتساعدك فيها انك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. الطبيعي ان انا عايز، انا حد انفستور، انا مش عايز اشتري اسيتس، انا مش عايز اشتري ادفع فلوسي في رينتال، انا عايز ادفع فلوسي في يوزر اكويزيشن، عايز ادفع فلوسي في تيم، عايز ادفع فلوسي في حاجه بتكبر في التكنولوجي في سوفت وير. مش هتروح تقول لي احنا مثلا هنصرف بقى كل فلوسي في المكاتب، اللي هو انت بتهزر. فلا اكيد هتعمل ده بس مش بتصدرها، مش هتقول له اول حاجه هنصرفها المكاتب، لا اول حاجه هتجيب التيم، صل على النبي هتجيب التيم الاول بعد كده يقعدوا، فاول حاجه هتشتغل على الهايرنج. فاكيد كل ستارت اب كلنا هنصرف على حاجات فيها اسيتس بس مش بتحطها هي ايه في الوش. حلو، الحاجات اللي لازمه التشغيل دي هيكون في ناس هتشغلها، في تكنولوجي معينه هتشغلها خالص، خلاص يبقى هي دي كور برودكت اصلا. اديني مثال عشان انا مش عارف اجمع معاك. حلو حلو، هي الكلمتين اللي انت قلت لهم دي
انت دلوقتي بتقول احنا كان عندنا الفريق بتاعنا فيه 10 عربيات ايجار والايجار ده كان بيأخر علينا كذا وكذا وكذا، فبالانفستمنت ده هيساعدنا ان احنا يبقى عندنا 10 مش ايجار شغالين كذا وكذا وكذا، يشتغلوا ساعات اكتر، يعملوا انتاجيه اكبر. فده جزء من البرودكت، وانت شرحت الفرق. هو اسيت بس انت شرحت الفرق بشكل سريع جدا، اللي هو ده كان بيصرف كذا، ده بقى يصرف احسن، ده بقى يوفر وقت اكتر، فخلاص ده مش اسيت، ده جزء في البرودكت نفسه. نرجع طبعا انت كده في في الفاندنج عامه الموضوع كله مش ايكويتي دايركت. انت ممكن في سيف نوتس، في لونز، في بوندز، في حاجات كتير قوي ممكن تعملها عشان تعمل فاينانسنج للستارت اب بتاعتك غير الايكويتي بيزد انفستمنت. مين اللي احنا بنتكلم هنا في الايكويتي بيز؟ ان انا بقى اقول لك هتاخد 10% هتاخد 15%، وده الحاجه الكومن الموجوده في الاكسلريتورز الكبيره، الموجوده في البروجرامز الكبيره، في الفينشر كابيتال الكبيره. لكن في انواع فاينانسنج ثانيه، طبعا في فاينانسنج ثانيه كتير، بس برضو ما بتعرفش تاكسس عليها وانت لسه ايرلي. وانت لسه ايرلي بيقول لك انا عايز اضمن حقي، انا هاخد كذا من الشركه. او واحد ثاني خالص ممكن يقول لك انا من الاول خالص انا ليا قرايبي مش عارف ايه هاخد منهم لونز، فضرب ربنا يستر انت كده اللون ده محتاج ترجعه. لكن انت في الاول كايرلي ستيج انت خلاص مش معلكش ديبت، معلكش لون، انا خدت ايكوتي منك، نجحت ما نجحتش اتس اب تو التيم اللي هيشتغل، الماركت اللي هيتطور فيه. فبالنسبه كبيره احنا هنا بنتكلم على ايرلي ستيج، بنتكلم على ناس عايزه تطور نفسها، عايزه تجيب انفستمنت، فبنسبه كبيره بتلاقي الموضوع اللي هيشتغل معاهم هو الايكوتي. سلايد بقى الختام، سلايد مهمه جدا وبنسبه كبيره جدا من الستارت ابس ما بيشوفهاش. ليه؟ ما حدش بيركز ان هو يفوكس على الحته دي قوي، مع ان الـ في الاخر البيتشنج ده هو شو، والبيتشنج ده عندك فيه انت في كان فيه دراما وكان فيه بروبلم وكان فيه سوليوشن وكان فيه انجاز وكان فيه ارقام وكان فيه، لازم في الاخر احنا في الاخر كلنا بشر، لازم تحسسه بنتيجه اللي انت عملته ده وتحسسه بيه بشكل كويس قوي، توصل له رسالك بشكل كويس قوي ان انت في الاخر اللي هيمضي لك الشيك ده بني ادم، لو دخلت دماغه والفكره دخلت دماغه مش هيفاصل معاك بقى ولا يتعبك ولا كل الحاجات دي. فكل ده انت في الاخر عايز توصل له فعلا فيلينج حقيقي من عملاء، من ناس حصل فيهم تاثير. فهدف التستيمونيال والامباكت سلايد ده، حتى لو انفستور على فكره مش لازم تتك على الامباكت، بس لازم تتك على التستيمونيال ان فعلا الناس مبسوطه من البرودكت ده، غير حياتهم، بيريكومندوه، حصل قد ايه ريفيرال بسببهم، كوتس فيدباك منهم هم شخصيا. فانا بركز على القصه دي قد ايه هو كان لايف تشينجينج برودكت، غير حياتهم بشكل كامل. طيب شكلها بيبقى عامل ازاي؟ انا عندي تستيمونيالز، واكيد انا كشركه انا شغال بحاجتين، عندي فيجن وعندي ميشن. الميشن ستيتمنت بتاعتي ازاي بعرف اترجمها في التستيمونيال بتاعي؟ ابسط حاجه شكل بسيط جدا، صور الناس اللي انا بعمل عليهم تستيمونيال وبتكلم عنهم. عندي استاذ عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن جربنا في سنه كذا ولحد دلوقتي هو عميل معانا وبيقول كذا وبيقول كذا وبيقول كذا، واستاذ محمود بيعمل كذا وكذا وكذا، طالب في اي سكول اتعلم وبقى فريلانسر بقى يكسب $600 شهريا، طالب في اي سكول سافر اليابان وخد سكولرشيب ورجع مصر بقى يعمل كذا، طالب في اي سكول خد اتعلم في اي سكول ودلوقتي بقى عنده اسمه ستارت اب خاصه بيه اصلا، اي كوميرس بلاتفورم، وبيعمل شوبيفاي دروب شيبنج. ايه ده 16 سنه بيعمل الكلام ده، انتوا عملتوا الكلام ده؟ فخلاص انا بقى قفلت الدايره دي كلها بحاجه تستيمونيال الحقيقيه، وبحط فيها الميشن ستيتمنت. انت في الاخر كنت مشغل الشركه دي ليه؟ كل شركه ليها ميشن ستيتمنت غير السلوجن. السلوجن بيعبر عنه، ميشن ستيتمنت المهمه اللي انت كل يوم، انا كل يوم بصحى اروح الشركه دي عشان عايز اغير حياه الناس في مش عارف ايه، دي الميشن ستيتمنت. فالميشن ستيتمنت بتاعتك اقوى كلوزنج كوت ممكن تقوله في حياتك لو انت فعلا كاتبه كويس قوي. فاحنا مثلا عندنا في اي سكول خلصت التستيمونيالز دي، شايفين الناس دي يا جماعه هي دي الميشن بتاعتنا. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنبليف ان احنا بنامباور توديز جينيريشن تو بيكام تومورز تكنولوجي ليدرز. فخلاص هو شايف كده ان انت الميشن بتاعتك بتتحقق، انا هو بامباورهم النهارده، بص بكره دول شكلهم عامل ازاي. اكيد عندك ميشن ستيتمنت. النهارده بتعمل ريسايكلنج ليه؟ كتبت الميشن بتاعتي واضحه قوي
ودي بقى نتائج. ده كان عم مش عارف مين جاب لنا 50,000 طن ومكان ده اتغير ومكان ده بص كان شكله وحش ازاي، ولما عملنا ريسايكلينج مكان ده نضف تغيير. وهقول الميشن ستيتمنت بتاعتي ومش هقولها بطريقه عاديه كمان بقى. ليه؟ لان انا هنا زي ما قلت البيتشنج هو علم واكسبيرينس، وفي نفس الوقت هو نوع من انواع الشوز، فلازم استخدم تكنيك معين مشهور قوي، مش هستخدمه بالظبط يعني، مشهور قوي في المسرح، الا وهو انا دلوقتي عايز اخد اكبر امباكت وفيدباك كده من القعده دي بعد ما انا شرحت كل حاجه، وعايز الناس كلها تبقى واو ايه ده، ده يعني راجل اوت ستاندنج، ده ما كانش بيتشنج عادي، ده يعني حاجه كده فظيعه. ففي حاجه اسمها الثري ستوبس اوترو رول. عامله ازاي دي؟ عارفين المسرحيات بتاعت زمان الكلاشيهات كده، في مسرحيات كتير قوي كان يقول لك ايه ازاي يا محمد عملت كده، لا أه. لا أه. لا أه. والناس كلها تسقف اوتوماتيك. ما دام عمل حاجه ثلاث مرات، مش انت مش هتعملها ثلاث مرات متكرره، ما ينفعش البيتش كده، بس ما دام عملت 3 ستوبس وسكت اوتوماتيك كده حاجه كده في الهيومن بين، هو ايه ده هسقف له، فتلاقي الناس كلها بقت تسقف. فهي حاجه كده سب كونشنس انت بتشتغل عليها، اللي هو وبكده قدرنا ننجح. الله هي انت كده وصلت لها، فانت كده قفلت البيتش بتاعك، وصلت للتستيمونيال بتاعك، قول الميشن ستيتمنت بقى تو امباور توديز جينيريشن، تك 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 ثانك يو ثانك يو ثانك يو، وصلت اللي انت ايه الحاجه بتاعتك. نقطه نقطه نقطه، ايه اللي هيحصل بعدها؟ اهو الناس هتلاقيها بتسقف لك، وانت بقى ايه ليوناردو دي كابريو وولف فول ستريت ومبسوط، وكل ما تحس ان هو فعلا في تسقيف وفي كده يبقى انت فعلا عرفت تعمل ديليفري صح، فعلا عرفت تعمل اوترو كويس، حسيت ان انت خلصت طب الحمد لله. انزل بقى تشوف حد صاحبك كان بيسجل لك فيديو ولا حاجه، راجع كل اللي انت عملته، ان انت اكيد في حاجه ما عدتهاش صح. فدي يعني تعتبر زي كريزه كده بتاعت البيتش، مهما اتلخبطت في النص، مهما اتلعبكت قلت اي او قلت 500 بدل 600، بعد كده بصيت لقيتها 600 عادي، مدام في الاخر عرفت تقفل كويس، عملت تستيمونيال كويسه، عملت اوترو كويس، يبقى تعمل ايه؟ هتجيب التستيمونيالز، تجيب قصه حقيقيه، صور حقيقيه من الناس هتتكلم عنهم، بعد كده هتشرحهم بشكل كويس، هترفلكت الكلام ده على الميشن ستيتمنت بتاعتك اللي انت بتقولها كل يوم، وتقفلها ازاي؟ بهدوء 3 ستوبس، تقولها بالراحه كده، تلاقي الناس كلها ايه؟ بقت تسقف معاك. واحنا كده نيلدت خلاص، انا كده خلصت البيتشنج بتاعي وفهمت انا كده ازاي امشي بالسلايدز وازاي اعمل ديليفري ليه. طيب ايه بقى اللي لازم اخد بالي منه؟ حاجات اعملها وحاجات ما اعملهاش. ايه بقى الدو والدونتس؟ حاجات تعملها وحاجات ما تعملهاش. نخش اول حاجه، انت فاوندر وانت البيز فاوندر اللي في الاول خالص، فانت خلاص لازم تبقى ريدي ان انت تبيتش في اي لحظه. انت واقف مثلا بتلف كده، ازيك عامل ايه، انتوا بتعملوا ايه، ده بيتش دخلت ايه ده انتوا كذا كذا، في عميل جه انت بتكلمه دلوقتي حالا، عميل بيسالك انتوا بتقدموا ايه، ده بيتش. فانت جاهز تبيتش 24/7 رقم واحد. رقم اتنين، انت معاك 12 سلايد صح، اتكلمنا عليهم، هتمسك ورقه وقلم، وده مهم جدا على فكره، مش ورقه وقلم بقى جوجل دوك اي حاجه يعني، المصطلح لازم يتقال كده، هتمسك جوجل دوك وتحط 12 نقطه، وال 12 نقطه دول كل سلايد عايز تقول فيه ايه، كل سلايد هتكتب انت عايز تقول فيه ايه، وتعمل له ريفريزنج، عايز اشيل اند دي واشيل نوت واشيل كذا. كتبت ال 12 سلايد بتوعي كاملين وخلاص، انا عمال ايه اراجعهم واذاكرهم، فلازم تكتب، ما تسيبهاش كده انا هشوف السلايد وهتكلم والكلام في دماغي، لا اكتب كويس، عشان وانت بتكتب هتلاقي ان الكلام كبر او الكلام صغر، فتعرف تفريم وتعرف اصلا تحسب السبيد. السلايد دي ما بتاخدش غير سطرين، السلايد دي بتاخد اربع سطور السلايد دي، فانت بعارف كل سلايد ممكن تمشي فيها ازاي. فده رقم اتنين. رقم ثلاثة، عشان ده كان حاجه برده كانت بتسال لي كتير، ما تروحش تسال الفي سي انها تمضي معاك ان دي اي عشان تبعت لها البيتش بتاعك او عشان تعمل لها بيتشنج، يعني انت لسه ما قبل الدنيا فاللي هو لا انا مش هبعت لهم البيتش، انا مش ضامن، انا لا انت لسه ورا قوي يعني انت بتخش اصلا الفي سيز، انت لو عايز تديله قلبه هتديله قلبه يعني، مش فارقه معاك دلوقتي،
فكك خالص من القصه دي وخش مع الفي سيز، ابعت البيتش ديك بتاعك في كل الدنيا، اي ايميل تقابله مش عارف هاي انترودكشن انا اسمي كذا ده البيتش بتاعي، لو حابين ممكن ترد عليا، مش هتخسر حاجه خالص. دي نقطه مهمه جدا، ان انت زي ما انت بتكتب سكريبت لنفسك انت بتعمل سيميوليشن مع نفسك على الكيو ان اي. انا خلصت البيتش اهو، ايه اللي ممكن يسالني؟ انا هكتب ليست كده زي الاف اي كيو بتاعتنا اي سكول، الاف اي كيو بتاعت الستارت اب بتاعتي. هيسالني عن الكاك، انا ما قلتوش في السلايد صح. هيسالني عن الشيرن ريت، لا انا قلته لا ما قلتوش. هيسالني على البروفيت مارجن، هيسالني عن الابتا، هيسالني عن المشار، مصطلحات مشهوره جدا كي متريكس ثانيه دايما اي حد بيحب يسال عنها، اللي هو انا عايز اطمن ان الشركه دي ماشيه كويس. ففي شويه كي بي ايز كده انت تجهزها، كيو ان اي كيو ان اي كيو ان اي كيو ان اي واجاباتها خلاص، بحيث ان انت على طول هو بيقول لك انتوا البروفيت مارجن بتاعكم كام، على طول بتجاوب الاجابه معاك. انت مهما حصل ما فيش هيخرج بره الاسئله دي، واي سؤال خرج بره الاسئله دي هتاخده هتحطه في الكيو ان اي ليست بتاعتك وتجاوب عليه خلاص انت حفظته. هتخش في اي حته تانية هو بيسالك على اي سؤال، انت قصدك كذا، هو اصلا هو بيسال بيبتدي السؤال بتستناه يخلص براحته بتجاوب على طول، ان انت اوريدي عارف انه هيسال السؤال ده هيروح الحته دي، فخلاص انت بتعمل ايه؟ يور اون كيو ان اي ليست. نقطه مهمه جدا، نو يور كومبيتيتورز لايك نوينج يور اون تيم. انا دلوقتي موجود في الماركت، لازم كل يوم كده زي ما انا بشوف التيم بتاعي واطمن على الدنيا، بطمن على الماركت برضو. الماركت عامل ايه يا جماعه الصبح النهارده؟ فاللي هو ايه، بشوف الماركت شكله عامل ازاي، في حد خد راوندز حواليا كده، في حد خد انفستمنت، في حد عمل ماركت لانشنج، في حد، لازم تبقى انت اوير. ما ينفعش مثلا تبقى انت قاعد خلصت بيتش مش عارف ايه ففي حد يسالك كيو ان ايه، طب وانتوا هتعملوا ايه بما ان الشركه الهنديه دي فتحت في مصر النهارده، اللي هو او فتحت امبارح شركه ايه كذا، فانت كده على طول الدنيا باظت معاك. فانت لا، اوير جدا بالتحرك في الماركت، اوير جدا بكل اللي بيحصل، سواء كان الشركه دي بقى كومبيتيتور ريجن كومبيتيتور جلوبال، فانت عارف الماركت كله رايح فين، فلازم تبقى عارف. ممكن تكون عارفهم بيرسونالي كمان، انا عارف الكوفاوندر بتاع الشركه دي وعارف الكوفاوندر بتاع الشركه دي وعارف هو مش عارف ايه وعارف عارف، وخد بالك بقى بس ما تبقاش ستوكر يعني، بس اللي هو ايه، هو راح قابل الفي سي الفلانيه وراح قابل الفي سي كذا، فانت خلاص بقيت عارف، عشان حتى لو انت هتكرر تقابل الفي سي دي انت عارف ان هو عدى على الماركت ده وسمع من حد قبلك، ممكن يكون كومبيتيتور معاك قفل معاه ما قفلش معاه، ستيل انت هتكتشف، بس الفكره ان انت تبقى ايه، ستيل عارف. ما تبقاش سيلزي في البيتش بتاعك، ما تعملش اوفر بروميس لحاجات وتوفر سيل الحاجات، احنا احسن واحنا اجمد واحنا، يا عم عرفت خلاص ايه ده بقى، احنا احسن، لا قول لي انت فعلا بتعمل ايه. غير كده الكيو ان اي اصلا ما يوقعكش. يعني ايه؟ احنا مثلا اي سكول بندرب الطلاب من 6 ل 18 سنه، انا عندي مشروع هايل للطلاب 25 سنه، يلا. لا لا، انت كده شغال في اي حاجه، انت كده مش فوكس، انت المفروض تبقى ليزر بوينت فوكس، انت شغال في حته معينه في ماركت معين. ما ينفعش تقول لي ان انا هعمل لك انشيتيف في مكان معين وهديك 2 مليون 3 مليون تروح، هو اصلا ممكن يكون فخ، هو بيسالك السؤال ده عايز يعرف في الاخر انت مركز في الحته بتاعتك ولا انت قشطه انا سيلز اللي هو ايه، عايز طيارات هشتري لك طيارات. يا عم انت بتتكلم في، انت بتاع تعليم اصلا؟ لا، ركز في الحته بتاعتك، دونت اوفر سيل دونت اوفر بروميس. طلعوا ده. بعد كده بقى من النقط المهمه جدا ان انت تيوز براندد سلايدز. ما ينفعش السلايدز بتاعتك في الاخر كده ما يبقاش انا خارج بالهويه بتاعتك، انت ايه الالوان بتاعتك، انت ايه الشكل بتاعك. انا خرجت عرفت الهويه بتاعت البراند بتاعكم، عرفت الالوان بتاعتكم، كلين ديزاين بيج فونت. يعني دايما كانوا بينصحوا بالبلس 30، ان انا 30 فونت رقم 30 كده الحجم بتاعه، حاجه كبيره كلام واضح، تبقى ليش تكتب ليش بقى تكست قد كده، الراجل قاعد اصلا بنسبه كبيره في صف الثاني والثالث ومش شايف حاجه، فلازم تبقى انت حاجه كلين كلام قليل فونت كبير. اخر حاجه بقى واهم حاجه من الحاجات اللي هي تريكات كده، انت قاعد بتكلم الناس ما تعملش حاجتين، ولا انك تقعد تبص على السلايدز كده تقرا منها، ولا انك تقول الكلام اللي في السلايدز اصلا، انا اوريدي قريته انت بتعيده، عشان كده في سكريبت بيتش وفي سلايدز، اللي مكتوب فيه ده حاجه انت تلحق تقراها بعينيك، واللي انا هشرحه مستحيل يبقى نفس الحاجه، لازم يبقى تفصيله، لازم يبقى الطريقه اللي جواه. لما انا قلت السوليوشن سلايدز كسوليوشن
فيها الكلام العام. انا هشرح ايه بقى؟ تفاصيل في البرودكت، تفاصيل في الفيتشرز، بنفذ ده ازاي، كل ده في قد ايه؟ في ال 10 15 ثانيه بتاعت السلايد الخاصه دي. حلو، حلو. هاو تو ماستر اني كايند بقى. انت عندك البيتشنج في دوريشنز ولينث مختلف، في من اول ال 10 ثواني اللي هو الاليفيتر بيتش الوان لاينر ده اللي هو احنا بنعمل كذا 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 خلصت، اللي هو او الهاي كونسبشن اللي هو مثلا انا اوبر لكذا، لحد ال 10 دقائق بيبقى مرهق اصلا ان انت تقعد 10 دقائق بنفس القوه نفس الباور عمال تشرح كل الكلام ده. طب ازاي بقى تفريم وتقسم الحاجات دي واحده واحده؟ من اول 10 دقائق لحد 30 ثانيه ده بيبقى بيزك اليفيتر بيتش وان لاينر، ما بتستخدمش فيه ولا سلايدز ولا في اي داتا شو ولا في اي حاجه، انت مجرد بتتكلم كويس قوي، تعرض الكلام بتاعك اللي انت اوريدي عامل له ايه بري رايتنج وكاتب سكريبت. يبقى ده ايه اول حاجه. من اول دقيقه لحد دقيقتين بنسبه كبيره بيبقى ريكوردد فيديو اصلا، بيبقى فيديو يبقى ليه علاقه بالانترودكشن بتاع الشركه، انت ازاي بتعمل بيتشنج في دقيقه لدقيقتين في فيديو مبسط، الفيديو ده فيه انيميشن، ده فيه سلايدز، انت كده هتعرف تكنترول الكلام ده، ان انت بتعمل ايديتنج بتظبط الفيديو وبتقصه، هيبقى عندك البري ريكوردد بيتشنج فيديو بتاعك. دي من الحاجات الاساسيه كده اسينشال ان انت بتعمل تشيك ليست لنفسك، عندي بيتش ديك، عندي بري ريكوردد بيتش، عندي مش عارف ايه، عندي 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 انترودكشن فريم، عندي كل الحاجات بتاعتي، يبقى انا عندي منهم ايه البري ريكوردد بيتش. مدته قد ايه؟ من دقيقه لدقيقتين، 60 ثانيه ل 120 ثانيه. ده جاهز؟ تمام. بعد كده بقى البيج ديل بقى 3 مينيت بيتشنج، ده الاستراكشر المشهور بعيدا عن واي سي، ده الاستراكشر المشهور في اي حته في العالم كله. عندك 3 بيتشنج تايم، 3 مينيت بيتشنج، انت هتخش 3 دقايق هتشرح فيهم ال 12 سلايدز، ودول اللي هتقعد تتدرب عليهم في كل حاجه في حياتك، ازاي تعرف تفت ال 12 سلايد بتوعك في الايه الثلاث دقايق دول وتقسمهم بحيث ان انت يبقى تعرف تقفل كل حاجه كويس. بعد كده بيبقى عندك كيو ان اي، بيبقى عندك وقت تاني تعمل دقيقتين كيو ان اي، ثلاث دقايق كيو ان اي، حسب الفريم والاستراكشر بتاع البيتش اللي انت بتعمله. طيب ازاي بقى الطرق التانية من 5 دقايق ل 10 دقايق بيتشنج؟ ساعات تروح اماكن يقول لك احنا 10 دقايق بيتش، احنا 7 دقايق يا عم نقعد نحكي حكايه، 7 دقايق بيتشنج ده هدفه ايه اصلا؟ ده بنسبه كبيره اللي اوت بتاعه ما بيبقاش بيتشنج قوي قد ما هو بيتشنج مع رود شو، وبتعمل شويه ستوري تيلينج للبيتش بتاعك. فانا ما بخشش بقى في البيتش ده خالص تقول السلام عليكم كذا وقلت انت، لا انت بتخش تقول لكم ازيكم عاملين ايه، انا كذا خريج كذا بتعلم كذا، جت لي الفكره الفلانيه والفكره الفلانيه جت طبقتها في سنه كذا، تعال احكي لكم. بتدخل بقى بيرسونال ستوريز وحكايات تشرح التفاصيل بتاعتك بحيث ان برضو يبقى الناس انجيجد معاك وتعرف توصل المسج بتاعتك اللي كانت تعملها في 3 دقايق ستريتشنج شويه لحد ما توصل ل 7 دقايق و10 دقايق. تمام، حلو. براكتس ميك بيرفكت. انت بقى عشان تعرف تعمل البيتشنج بتاعك ده بشكل كويس قوي لازم تبراكتس عليه كتير قوي 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 اكتر مما تتخيل. واوريدي اصلا انت بتعمل كده وانت فاوندر، انت غصب عنك هتقدم لده وهتقدم لده هتشرح لده هتشرح لده هتشرح لده، فتلاقي نفسك الكلمه دي ما شدتوش، الكلمه دي ما ظبطتش، انا بتلخبط في الحرف ده، انا بتقل في فواحده واحده بتقعد تبرسونلايز البيتش بتاعك لحد ما توصل للبيرفكت بيتشنج لاين اللي انت بتشرحه لاي حد بشكل سريع. طب ازاي بقى تعمل ريهيلسنج بقى والتريننج على البيتشنج ده؟ جربت ميثودز كتير قوي الصراحه. احسن حاجه كتجربتي الشخصيه اوعى تقف قدام مرايه، الجو ده فاشل. تمام، انك بتفضل مركز في الاي كونتاكت وشكلك وانت بتعمل ايه وتحركات وشك وانت في الحقيقه ما بتعملش كده، انا مش شايف نفسي دلوقتي. فاحسن حاجه انك هتقف في حته عادي جدا في البيت في الشغل في اي حاجه وانت هتتخيل ناس قدامك، انت اوريدي حافظ البيتش، معاك البيتش كاتبه راجعته، مش هتشتغل على سلايدز، ان انت المفروض تعمل ايه؟ ما تبصش للسلايد ولا تبص على الكلام اللي في السلايد، يبقى انت مش هتبص على السلايدز اصلا، انت خلاص حافظ الكلام هتقوله من دماغك بترتيب السلايدز كانك بتقلب، اللي هو احنا بنعمل كذا 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 وده بنتنفذه عن طريق كذا كذا كذا، وكانك بتبص على الكراسي كان في حد هنا في بودي لانجوج، كان في حد هنا وكان في حد هنا، ومعاك التايمر بتاعك مش هتبص فيه برضه، هتظبط 3 دقايق وتستنى الرن. ظبطت معاك تمام، ما ظبطتش هتعيد هتعيد هتعيد، فهتحط نفسك في نفس الانفايرمنت، ولا بص على نفسك تبص على الناس، ولا بتبص على السلايدز ان انت السلايدز في ظهرك، في انفايرمنت البيتشنج بالظبط. طب هتاخد ده قد ايه؟ لو انت مثلا عندك
بيتش ولكن مثلا النهارده محتاج تقعد من ساعتين لثلاث ساعات بتعيد الثلاث دقائق دي لحد ما انت خلاص بتماستر البيتش ده، لان انت مهما حصل في وقت الجد في وقت اللحظه في القعده بتاعت الانفايرمنت نفسها ممكن تتوتر ممكن تلخبط. فلما جسمك خلاص بيبقى دخل على الاوتو فلايت مود كده انت خلاص استمت، فنوعا ما مهما اتلخبطت هتلاقي الدنيا بتمشي معاك. عشان كده لازم تبراكتس كتير جدا البيتشنج بتاعك. حلو؟ ما انا عارفه. حد عنده اسئله؟ مفيش اي اسئله؟ شور؟ حلو. لو واحد ما بيبقاش بحبه بس بيعرف يحتاج ده تبقى تعمل باد اكسبيرينس بتلخبط الفلو. هو فاهم كويس جدا. دي نفس المشكله كانت عندي شخصيه. انا ما بعرفش احفظ، بحب دايما اخرج عن اي سكريبت، بحب اتكلم دايما بالاحساس اللي انا فيه. فعملت لنفسي ايه في الاول خالص، بقيت اكتب بوينتس بس، انا محتاج اقول الكلمه دي ومحتاج اقول الكلمه دي ومحتاج اقول الكلمه دي. لما بقيت اكرر بيتشنج كتير لقيت ان غصب عني في سكريبت بقيت اقوله، فاللي انا بقيت اقوله ده كتبته بقى. يعني العكس، مش كتبت الاول، لا، اللي بقيت اقوله كتبته، فخلاص بقى ثابت، بقيت اعدله، فعرفت ان انا بقيت اقوله هو نفس اللي ما بقيتش ارتجله بقى، بقيت هو ده ثابت بكرره. ففكره انك بتكرر كتير تبراكتس كتير، حتى لو انت بتقول انا هرتجل مش هكتب دلوقتي، طب ارتجل كده هتلاقي الدنيا ما ظبطتش معاك، هترجع تكتب تاني. فهي تو واي، انت هتكتب هتبيتش هتعدل، او هتبيتش هترجع تعدل وتكتب، فدي رايحه جايه، هتلاقي نفسك بتعمل الحاجتين. اهم حاجه انك عندك سوليد بوينتس مع كل سلايد، ان انا لازم دي تعدي ولازم دي تعدي ولازم دي تعدي ولازم دي تعدي، لازم في الاخر هعمل تستيمونيال، لازم في الاخر هقول الميشن ستيتمنت بتاعتي. لو ما عملتش ده حتى في الارتجال يبقى انا كان عندي مشكله، والف تاني اللوب بتاعتي. اه 50-50، مش كتير قوي بحيث ان انا ما احسش ان انا قاعد في فرح حاجات بقى ما تطلع وتنزل. في نفس الوقت لو شكلها كلين بتبان بروفيشنال، بالذات لو هي بريسيتس. يعني ايه؟ انت مش لازم تقف وتتعب نفسك انت تدوس على 20 مره، دوس مره واحده ودي بتحصل بعد ثانيه ودي بتحصل بعد ثانيه، وانت الفلو بتاعك ماشي معاها نوعا ما بيبقى اسهل. اسهل حاجه عليك انك تعمل تكه كل مره، اعمل 12 تكه بس في 3 دقايق، ولا تعمل 20 تكه ولا 50 تكه في 3 دقايق، هتلاقي نفسك بتلخبط، البوينتر ممكن معاك ما يدوس، حاجات كتير قوي ممكن تلخبطك. فاحسن حاجه بتقلل الانيميشنز على قد ما تقدر، ولو تعمل فولو اب انيميشنز لو تكه واحده هي هتخلص الموضوع كله. ايه تاني؟ تمام، كله زي الفل. وبكده نبقى خلصنا.